السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اللقاء 35 في مجموعة اللقاءات باسم خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الحمد لله غطينا نسبة كبيرة جدا. هو المفروض الحقيقة الامتحان الدولي يعني فعلا لمدير مشروع دولي. كزمان احنا كنا بنحضر 140 ساعة، 120 ساعة، بين 120 و140. دلوقتي بقت 100 ساعة يعني. 300 ساعة تقسموها دلوقتي 60 و40 مع بعض. فاحنا الحمد لله عدينا ال 100، بس احنا مش هنقف، احنا مش هنقف. يعني ايه؟ لأن إدارة المشروعات أصلها مش مجرد كلام وكده، احنا ايه؟ تطبيقات. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع كويس حقيقة، اللي هو هيبقى تطبيق شوية وهيبقى إيه مختصر، و هو باسم إيه؟ Preparation، إعداد المهندسين لأسواق العمل المحلية والدولية. يعني إحنا دلوقتي عرفنا حاجات كتير جدا، عرفنا يعني إيه Project، عرفنا يعني إيه Quality، عرفنا يعني إيه Management، عرفنا يعني إيه Scheduling، عرفنا يعني إيه Communication، عرفنا يعني عرفنا حاجات كتير جدا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اي حد يعني حضر معانا كويس مهتم وكده يقدر النهارده يدخل اي شركه مشروعات انترناشونال وهيشتغل فيها يبقى زي الفل، وهياخد موقع ومكان زي الفل. بس طبعا زي ما اتفقنا نقول الايه؟ ضروره ان الانجليش يبقى انجليش. Preparing engineers for local and international labor market. النهارده هنتكلم بشكل عام وهنعرف يعني الدنيا كلها اتقدمت انتهجت اداره المشروعات واشتغلت بيه وبدات. هنستعرض شويه تجارب كم دوله، دول كبيره، تجارب كبيره يعني. وهنشوف هل احنا يعني احنا متاخرين، متاخرين لكن هنقدر نوصل، هنشوف. طبعا انا في رايي طبعا ان احنا نقدر، بس الموضوع محتاج ايه؟ شويه حاجات. ناس كتير جدا تاخد بي ام بي واخد برنس 2 واخد اي بي ام ايه، تدخل مكان تقول ده انا ضيعت وقتي، انا خدت الشهاده وصرفت على نفسي مثلا 20 30 الف جنيه وما خدتش حاجه وما كسبتش حاجه. لا، انت خدت، انت بتستثمر في نفسك. لكن المشكله فين بقى؟ ان انت كمدير لازم مش عارف نظام، او يعني لو انت دخلت في حاجه ما فيهاش نظام لازم انت تكون على قد انك تعمل النظام. ولما حضرنا مع بعض هنا اخذنا البلاننج واخذنا الاورجنايزيشن، ازاي الاورجنايزيشن، واخذنا الكواليتي، واخذنا كل الحاجات اللي هي تؤهلنا ان انا ادخل في مكان. المكان لو هو بقى لو انا داخل كمدير مشروع انا حر، انا مثلا بي ام بي سيرتيفايد، ممكن اعمل الابلكيشن بتاع البي ام بي، والبي ام بي الاخير لسه لكن مش طالب القديم بتسعر بيشتغل شغالين. او لو انت داخل برنس 2 تقدر تطبق البرنس 2، لان دي زي ما قلنا دي طرق اداره. لو انت اي بي ام اي بقى تقدر تعمل نفسك السيستم نفسك بالكامل يعني البروسيجرز بتاعتك وتعمل كل حاجه. فيعني ايه؟ ما حدش يقول ان انا صرفت على نفسي وخدت الشهاده وعملت ولا انت عليهم نفسك وانت بدات صح. واوعى حد يعني ايه يقول بقى ده انا خسرت فلوسي، ده انا لا، انت استثمرت في نفسك وعملت صح وتحطيت على التراك صح. والموضوع ما بيجيش كده ايه يعني في يوم وليله يعني. كنا بنتكلم في نفس الموضوع، بس طبعا كان الموضوع مجرد ساعة ولا بتاع يعني، ما كانش مدة كبيرة يعني في التلفزيون، ساعة ساعة ونص ماكسيموم يعني، مش أكتر من كده. بس احنا طبعا يعني حبيت أقدم لكم دي. والحقيقة أنا لما كنت هناك كنت بتكلم معاهم بقول لهم يا إخوانا زي ما في برامج لكل حاجة المفروض يبقى في برنامج ل اداره المشروعات او الاداره عموما. فالمخرج معده البرنامج والمخرجه بتاعته
قالت لي فعلا يعني بره في كل بلاد العالم في تشانل لهذا الكلام. يعني المانجمنت ده كلتشر، دي ثقافه. هل انا عندي استعداد ان انا يعني عندي ثقافه الاداره؟ اما بقى عندي ثقافه الاداره بتستخدمها في كل حاجه بتلاقي الحياه ناجحه، وبتلاقي السيستم كله الناس كلها معربة مع بعضها، الناس كلها فاهمه مع بعضها. بس يبقى عندك الثقافه بتاعت الاداره، الثقافه الاداره زي ما قلنا بتبقى اسهل ما يمكن. هنتكلم عليه دلوقتي. الاجنده بتاعتنا عباره عن ايه؟ الاول احنا هيبقى فيه مقدمه، وبعدين هل احنا نستطيع ولا ما غير قادرين؟ هنسبب بقى احنا نستطيع ان احنا نبقى احسن من الناس كلها من اول اخرها. هنثبت نفسنا هذا الكلام واحنا بنتكلم. مش هنتكلم كلام حماسي ولا كلام خيالي ولا كلام، لا هنتكلم كلام علمي، كلام موثق، كلام مؤكد، كلام نتائجه واضحه قدامنا. طيب هنتكلم عن التجربه الامريكيه. الامريكان طبعا هم بيدعوا ان هم يعني هي اكبر بلد في العالم النهارده، مسيطره مثلا على كتير جدا. فهنتكلم عليها كاول تجربه امريكيه في 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 في, في التعامل مع الاداره. وهتشوفوا ان احنا احسن منها، هتشوفوا هتثبتوا دلوقتي. بعديها على طول التجربه اليابانيه. ولو ان التجربه اليابانيه اقدم وهي اللي علمت التجربه الامريكيه، لكن بدات التجربه الامريكيه عشان يعني ايه هي الايه الشكل الجايد دلوقتي. لكن هنشوف التجربه اليابانيه برضو وازاي نجحوا ان هم وقفوا بلدهم وياخدوا العالم كله ويبقوا هم الاوائل في العالم في التقدم العلمي والفني والتقني وكل حاجه بالايه؟ باستخدام الاضاءه. وطيب بعد في التجربه الصينيه. التجربه الصينيه برضو هم دول الثلاث تجارب الكبار قوي اللي هم يعني واضحين لنا، وهنشرحهم وهنشوف بداوا ازاي وعملوا ايه ووصلوا لايه بتبسيط. احنا مش هندخل كل واحده ان ديتيل، يعني لو احنا هنتكلم على كل واحده لوحدها كده بان ديتيل كل واحده فيهم محتاجه 10 ساعات ولا حاجه. بعد كده في التجربه البرازيليه، برضه دي تجربه انا مهتم بيها دايما وباكد عليها وبتكلم عليها. ليه؟ لان البرازيل كانت تقريبا زينا على نفس الكاركترستكس، نفس الظروف اللي احنا فيها، لكن نجحت. احنا حصل مشاكل بعد كده، لكن المشاكل دي فيها حاجات يعني ايه يعني بعيده عن الاداره، يعني مش فشل اداري، حاجه سياسيه يعني. بعد كده هنتكلم على اي تجارب مختلفه، مش هنخش ان ديتيل فيهم، بس هنقول في تجارب مختلفه في كذا وكذا وكذا وكذا، والناس ايه عملت اشتغلت وبقت حاجه. طيب ايه الخطه المقترحه بقى؟ يعني انا اعد نفسي للعمل في السوق المصري والعالمي. احنا الحقيقه اتكلمنا الكلام ده كتير في اللقاءات اللي فاتت، وكل ما يعني اي حد اهتم وقعد وتابع وشاف عنده دلوقتي ما يمكنه ان هو يدخل وفي اي شركه اي شركه مهما كان، ويقعد ويبقى بثقه يتكلم في تايم مانجمنت، يتكلم في كوست مانجمنت، يتكلم في ريسورس مانجمنت، يتكلم في دوكيمنت كنترول، يتكلم في كواليتي مانجمنت، يتكلم في التكنيكال، يتكلم في كل حاجه كمانجمنت. فهنشوف ايه احنا هنعمل ايه عشان ايه نعمل نوصل لهذا الكلام. خطه بصراحه ايه الخطه بتاعتنا يعني؟ هنتكلم بعد كده هنخدم بالحته دي، وبعدين هنقول اي سؤال. النقطه المهمه بقى اللي قاعدين نعملها النهارده ان احنا انت كمدير مشروع، انا طبعا انا بعتبر ان اللي حضروا معانا الفتره اللي فاتت دول كلهم حضروا مثلا هقول بنسبه 70 80% مثلا من الدخول في الموضوع، وان انا يا ريت نقدر ان احنا ايه ندخل تاني على الفيديوهات ومتقسمه ربع ساعه او ثلث ساعه او نص ساعه وكده. ادخلوا عليها على اليوتيوب وابتدوا واشتغلوا وابتدوا اشرح لنا شويه. ان احنا دلوقتي اللي دفعني الحقيقه ان انا اعمل برضه اللقاء ده النهارده بهذا الشكل، انا قلت لكم قبل كده ان السوق ماشي خلاص.
فانا هقعد 3 شهور تقريبا، بدات احس وبدا يظهر الظواهر قدامي ان سوق العمل المحلي والدولي هيحصل فيه طفره كبيره جدا، هتحتاج كتير من المتخصصين. اليومين دول بقى بدات تنزل اعلانات في العالم كله. يعني في مصر في يعني كتير دلوقتي، في الخليج حاجات جدا، الكويت بدات، يعني دول كتيره بدات. بس الموضوع فين بقى؟ ان هم بيبتدوا يتكلموا على قطاع البترول. قطاع البترول احنا اشتغلنا فيه كتير، يعني قطاع البترول شغله زي اي حته ثانيه. لو انت في التكنيكال هتشتغل التكنيكال بتاعك، لو انت ميكانيكال هتشتغل ميكانيكال، لو انت الكتريكال هتشتغل سيفل، لان كل الاويل فيلد في جزء اللي هو الكونستراكشن بتاعنا او الحاجات التكنيكال بتاعتنا، في بعد كده الحاجات الخاصه بالايه؟ بالانتيك والكلام ده كله. ده ممكن برضو عندنا ايه؟ يعني ان شاء الله ان شاء الله اذا في مجال او يعني خلينا نتكلم. يعني احنا شغلنا موجود في قطاع البترول عادي خالص، مشروعات البترول كلها فيها السيفل وفيها الاركتكتشر فيها كلها. طيب فالمهم ان فعلا بدات الحركه تتحرك. فلاحظنا بدا ظهور اعلانات لطلبات تعيين المهندسين الموظفين من كافه المجالات في قطاع البترول والتشييد. لذلك فقد راينا انه من الواجب عرض هذا الموضوع بشكل منفصل وواضح حتى نستعد جميعا لذلك. يعني احنا بقى لنا مثلا 6 7 نقاط بنتكلم على الايزو. باذن الله عشان احنا كده ميرلي خلصنا الكواليتي. ميرلي خلصنا الكواليتي، تقدر لو انت هتشتغل كواليتي مانجر في حته يبقى ده الاساس بتاعك، وتقعد بقى يعني ايه تقدر انك تبتدي تخش في الكواليتي لو انت حبيت تخصص. ان شاء الله المرحله اللي جايه باذن الله انا في دماغي ان احنا نتكلم على الايه؟ على الكونتراكتس اللي هي الكونتراكتس اللي هي العقود، يعني اداره العقود برضو عشان يبقى عندك الاساس، لان اي مدير مشروع لازم عارف ايه يعني ايه كونتراكتس. طيب احنا دلوقتي في كيرف، شوف العنوان بتاعه ايه. When will your country recover to pre-pandemic levels of GDP per capita؟ يعني امتى الدولة اللي انت فيها هتقدر ان هي ترجع تاني بنفس المستوى بتاعها الاقتصادي ودخل الدخل الفردي خلاص مع ظهور الكوفيد خلاص؟ هنيجي نبص على دلوقتي في سنة 20، في حاجات عدت وحاجات عدت واتحققت. هي دي مش مرتبطه بقوه الكورونا او بتغييرها او الى اخره، لا. مرتبطه بايه؟ بان الدول اتعاملت ازاي مع الكوفيد حددته ازاي واتعاملت معاه ازاي ولحقت تمشي اقتصادها وتمشي شغلها وتمشي حياتها بحيث ان هي ايه؟ ما تبقاش اتاثرت بالايه؟ بالكرايزيس دي. اول بلد تشاينا. دي Q1 Q2 Q3 Q4 هو عموما انترناشونالي السنه بتتقسم لفور كوارترز. كوارتر 1 من شهر يناير لشهر مارس، كوارتر 2 من شهر 4 لاخر 6، Q3 اللي من اول 7 او اخر 9، Q4 اللي هي من اول شهر 10 لغايه الثانيه، يعني 3 شهور اللي هي الكوارترز بتاعت السنه. فشاينا في الـ في الـ في, الـ في من اول كوارتر 3 شهور الاولين was the first country to deal with COVID-19 allowing them to respond quickly and economically recover at breakneck speed. ده مش بره الموضوع، نخلي بالنا. يعني احد الحاجات اللي انا يعني قلت ان هي هتورينا ان اللي ادار كويس وتعامل كويس مع ازمه وصل ايه، هيبقى اسرع من غيره اللي هو يعني ايه ما اخدهاش كما ينبغي، ما عرفش يديرها كويس. دي واحده. الحاجه الثانيه ان احنا نعرف الوضع الاقتصادي في العالم هنحسه من هنا، يعني وده كان كله كشف واحد بس انا يعني قسمته عشان نقول كشف سلايس. ثاني بلد كانت ايه؟ في كوارتر 3. الكوارتر 3 ده قلنا ده من شهر كام؟ من شهر
7 شهر 9 او 7 لغايه اخر 9. تركيا هي اللي ايه خلصت وعملت وسط ايه، هي ما قضتش على الكوفيد، هي عرفت تتعامل على الكوفيد وتحط في اطار معين طريقه معينه واشتغلت وخلت اقتصادها زي ما هو او رجعته لما قبل الايه الكوفيد. بعد كده ليتوانيا، ليتوانيا فين؟ في الكوارتر 1 فيرست كوارتر بتاع ايه 2001 اللي هي من شهر يناير لغايه اخر مارس 2021. طيب ادي ليتوانيا اللي كنت بتكلم عليها دلوقتي، وادي 2021. بدا بقى في الكوارتر 2 اللي هو 2021 الكلام ده كله حصل، خلي بالك يعني ده كلام ده ليتست ايشو. وشوفوا امريكا هي اللي هي المفروض هي يعني العوجان كله، هي وهي وروسيا وكوريا الشماليه وايرلاند في كوارتر 2 بتاع 2021 هو اللي احنا فيها دي. يعني هم في 21 اللي هم ايه اللي هم دي اول دول بعد الليفل الاولاني، ايرلندا وساوث كوريا وروسيا يو اس. يعني الدول دي دلوقتي خلاص عندها الكوفيد وكل حاجه، بس عارف تتعامل معاه وعارف تحدده وعارف تحطه في اطاره، وشغلها دلوقتي راجع لطبيعه الاقتصاد بتاعها اللي هو قبل الايه؟ قبل الكوفيد. في الكوارتر 3 قلنا كوارتر 3 من اول 7 لغايه اخر 9 تشيلي فنلاند واليابان، اهي اليابان اهي اليابان دي نمبر 1 المفروض بيسموه كوكب اليابان، بس هي برضو يعني هذا لا يعني يعني الكيرف ده او الستاتستيك دي او الكيرف ده ما بيبينش ان البلد دي متطوره او مش متطوره او او الى اخره، لا يعني لحقت نفسها امتى او او ارجعت اقتصادها لما قبل الكوفيد امتى. فادي اليابان انا ايه، ادي لاتفيا لوكسمبورغ، لوكسمبورغ طبعا دي بلد صغيره قوي اماره في بس في اوروبا، النرويج اللي هي النرويج وبولندا، لا دول يعني مش شاده قوي يعني. الدنمارك في الكوارتر 4 اللي هي في اخر الكوارتر في 2021 اللي هو في المرحله اللي احنا ايه احنا في كام دلوقتي، احنا في شهر 9 9 و10 و11 و12، لا احنا لسه في الكوارتر 3 ده، الكوارتر 3 اللي هو من اول 7 لغايه اخر 9، احنا في الكوارتر 3 دلوقتي. ففي اخر الكوارتر ده الدول دي كلها من الاخر هتكون ايه عملت الشغل بتاعها. كوارتر 4 دنمارك استونيا جرماني انديا اندونيسيا نيوزيلاند سلوفاكيا سويدن. هيفضل ايه بقى 22؟ نخلي بالنا الكلام ده يعني يعني احنا 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 احنا, احنا بيتعرض ليه؟ عشان نقول ان الاداره كل واحد بيتعامل بشكل معين والاقتصاد بتاع يعني لغايه هنا لغايه الخط ده دلوقتي الناس دي خلاص اقتصادها ماشي سموس وماشي عادي خالص. ريجاردس بقى ليه الكوفيد عمل ايه، اتجدد اتطور جاله ما جالوش خلاص بيتعاملوا معاه واصبح زيه زي ايه اي انفلونزا اي مرض عادي بيتعاملوا معاه عادي. طيب في الكوارتر 1 بتاع 22 هيبقى استراليا هنجري اسرائيل سويسرلاند. ما نخلي بالكم اسرائيل في اول شهر اول شهر كان عندها في الشوارع اكشاك، اي حد يدخل يقف فيها يكشف يكشف يشوف عنده كوفيد ولا ما عندوش في اول شهر، لو عنده بياخد شنطه الدواء بتاعته وبيديله جهاز وياخد اكله ويطلع على بيته ويقفل على نفسه الباب ومش هشوف مش الدكتور هيشوفه. وايه ده اللي احنا شفناه الكلام ده، قد يكون يعني ده يعني هي كانت بتدير الموضوع بشكل، ومع هذا لسه هي ستيل قاعده لغايه 22 قدامها كمان 6 شهور. سويسرلاند نفس القصه. يعني اللي انا بقوله ده لا يمثل حاجه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكوفيد، لا الكوفيد موجود وكل حاجه ولازم نعمل احتياطاتنا عليه وكان في اي حته في العالم. كندا وكان من الدول المتطوره جدا وبيدير الموضوع صح لغايه دلوقتي، مش قبل كوارتر 2 من قبل شهر 6 22 لما يقولوا ان احنا ايه احنا وصلنا للاقتصاد، يعني الكيرف ده ملوش دعوه بالكوفيد له دعوه بالاقتصاد، انا الاقتصاد بتاعي بقى طبيعي وعادي زي قبل زي قبل الكوفيد ولا لا. تشيز ريبابليك تشيكوسلوفاكيا جريس اليونان
ايطالي، نيذرلاندز، يو كي، ادي انجلترا هنا اهي، عندنا الكويتي، استراليا عشان متقدمه جدا، البرازيل، كولومبيا، فرانس، بورتغال، سلوفينيا. ريموت كنترول اوف يور سكرين، وات داز ات مين؟ انا مش فاهم يعني ايه كان الجين كنترول ات اني تايم. مش عارف انا عايز اعمل ريموت كنترول، عايز اتحكم في السكرين يعني اعمل شراره؟ عايز افهم دي يا استاذ احمد. استاذ احمد يا دكتور احمد شراره از ريكويستنج ريموت كنترول اوف يور سكرين. انا مش فاهم يعني ايه ريموت كنترول، يعني هو هيتحكم في السكرين اللي عندي ولا عايز ايه بالظبط؟ انت لا معايا؟ تعمل نو اعمل ديكلاين؟ اه طيب بس عايز افهم الحته دي بعدين كويس، يعني احنا ايه شفنا حاجه يعني. اوكي طيب، استراليا، برازيل، كولومبيا، فرنسا، البرتغال، سلوفينيا، ده فين؟ 22. هنفاجئ دلوقتي بحاجه، ادي ايه؟ ادي 22 اهي، احنا قلنا استراليا خلاص، برازيل احنا في 22، كولومبيا، فرنسا، احنا اتكلمنا عن دول خلاص. هنا بلجيوم، ساوث افريكا في الكوارتر 4، يعني لغايه شهر 12 كام؟ 22. هتفضل بقى ايه خمس بلاد. هنا ما بين الكوارتر 4 والكوارتر 2 في الست شهور دول لغايه شهر 23، the majority of countries are expected to be fully recovered by end of 2022. يعني في اخر 2022 كل البلاد اللي هتبقى الكورونا دي زيها زي الصداع خلاص، زي اي مرض عادي، والناس هتتعامل معاه وهتبقى عادي خالص، بس والاقتصاد هيبقى ايه بقى كويس في الدنيا بحالها، ما عدا شوف حاجه غريبه، كوستاريكا، اسبين، كوستاريكا دي بلد يعني مش كبيره قوي، اسبانيا، اسبانيا دي قويه جدا، ايسلاند، ومكسيكو، والمكسيك كبيره برضه، اخر واحده هتوصل لها الريكفري اللي هي ايه؟ سعودي عربيا. خلي بالكم ده مش معناه ان سعودي عربيا ضعيفه ولا وحشه ولا ما قدرتش، بالعكس ان سعودي عربيا اقتصادها عالي جدا 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 جدا، يعني زي ما يبقى عندك واحد قوي جدا وكلنا مرضنا زي بعض، القوي جدا مرض المرض اخذ نفس القوه معاه، يعني ايه بيبقى يعني موازي لقوته، فعشان يخف ويتعامل ويرجع الاقتصاد تاني، يعني الاقتصاد السعوديه قوي جدا جدا اقوى مما يتخيله اي مخلوق يعني. فايه هيبقى ده الكيرف ده احنا جبناه عشان نعرف السنه لغايه اخر 2023 الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للاقتصاد، لان احنا خلاص يعني بدات الدنيا تجري وبدات ايه الدنيا ترجع لحالها يعني. الانترودكشن هنا بقى ايه؟ الانسان المصري والعربي من احسن وافضل واخلص الناس بشهاده كل اصحاب الشركات والمؤسسات في الخارج، والنجاحات كثيره جدا ولا حصر لها المصري والعربي جميعا حالا. هذا الكلام انا بقوله بشكل مش بشكل عاطفي ولا بجامل، ده نتيجة خبرة السنين، نتيجة بفضل الله يعني اشتغلت في الخليج كله، اشتغلت في شركات جنسيات كثيرة جدا، امريكاني وفرنساوي وانجليزي وياباني وانواع شركات كثير قوي. فدايما هم دايما هم حتى الكلمة دي انا ما اخترعتهاش، انا في ناس يعني دايما كانوا بيتكلموا عن الانسان المصري وعن المهندس المصري والعربي بشكل محترم جدا، وكان يعني ابسط حاجه كانوا يقولها كانوا يقولوا لي اما بنقع في مشكله كشركه بنلاقي المصري ورانا في ظهرنا واقف ايده بايدنا وبيسابقنا نصلح ونحل المشكله، ولما نخلص نقول هنعمل ايه، انما لو جاري في اي بلد في بلده هو مش همد ايده يصلح معايا حاجه الا اذا سالني يحدي الدنيا كده.
فاحنا يبقى عندنا ثقه، ثقه في الله طبعا اول حاجه، وبعدين ثقه في نفسنا ان احنا فعلا اللي بيتميز وبيشتغل بيقتنع وعارف نفسه وعارف هو ايه وعارف هو جاي منين، فعلا انسان متميز. وفي فيديو صغير برضه هتشوفوه هتعرفوا احنا مصر مش اي حد، ولا العرب اي حد، ما حدش يقدر يفهم نفسه. احنا انتمائنا مثلا للقريه بتاعتي او لبلدي، ثم لمصر، ثم للعالم العربي جيوغرافيكال، ثم بقى للايه، للانسانيه كلها. فانا بقول الكلام ده ليس دعايه ولا هو اثراء ولا هو حب، لا، ده تقييم علمي حقيقي نتيجه حياه طويله، ونتيجه مش حكمي، نتيجه حكم انا سامعه من الناس من بره يعني. نحن نستطيع. خلينا نفكر شويه في المشروعات اللي هي حاصله في مصر الان. ما يحدث في مصر الان من مشروعات لم يحدث في تاريخها الحديث ولا القديم في مجالات البنيه التحتيه وبناء المدن الجديده وشركات الزراعه المحميه والمزارع السمكيه وتوليد الطاقه سواء الشمسيه والذريه. عندنا مشاريع طاقه شمسيه دلوقتي، مشاريع ذريه، او الوقود الاحفوري اللي هو الايه، البترول بقى، الاويل فيلد ينفض وفحم وكانكم الاخر. غير مشاريع كثيره جدا ما بيتمش الاعلان عنها الا بعد انتهاء. دي حاجه يعني برضو ايه، هي يعني قد يكون مثلا سياسه ان الناس كان زمان كان يتعمل للمشروع ويطلع اغاني ويطلع افلام ويطلع ويطلع ويطلع، وفي الاخر تطلع على ايه، على ما فيش. فالظاهر كده ان السياسه المقوله دلوقتي لا، انا مش ايه، ما مش هقول على مشروع الا بعد ما ما يظهر يعني. المهم انا دي كلام اللي فيه السياسه ده وفيه احتمالات انا يعني ايه ماليش فيه، بس انا بتكلم على ان فعلا حجم المشروعات اللي في مصر النهارده لم يحدث في تاريخ يعني من ايام الاهرامات لغايه دلوقتي. واتمنى ان يتم الاعلان، دي امنيه شخصيه، يتم الاعلان عن جميع هذه المشروعات وتطوراتها وخططها للناس. ليه بقى؟ تطرد الافكار السلبيه الموجوده لدى كثير من الناس. ناس كتير قوي تقول لك هو فين الشغل؟ هو فين؟ هو فين؟ وفعلا هي ظاهره مش حلوه يعني، ان ناس كثيره جدا ما بتشتغلش. على الرغم ان المشاريع دي كلها لاخرها. فيعني مش ده موضوعنا يعني. احنا موضوعنا ايه دلوقتي؟ ان احنا نستطيع. ان لو احنا عرفنا هذا الكلام والمشروعات وتطورها والكلام ده كله، يبقى يعني موجود زي ما في يعني كل ما موجود، يبقى انا في برنامج مثلا معين مع البلد كلها احنا عارفين بيحصل ايه في مصر، بيبقى فيه تطوير بيتعلن للناس، ما استناش بقى لما المشروع يخلص قلت روحوا بقى استلموا شقق ومشروع يخلص واقول لهم روحوا امشوا على الكوب الفلاني، لا، يبقى الناس يعني زي ما بيقولوا الفرنسيين اوكورا من الايه؟ من اللي بيحصل. وتزرع بدلا منها الامل والرغبه في المشاركه والمساهمه في بذل الجهود الحقيقيه والفعليه في انجاح المشروعات. عشان كده تلاقي ناس كتير جدا بتفقد حماسها بقى وبتفقد رغبتها في ايه، تساهم وتشارك وتعمل، لانها مش ايه، مش قادره تقيم ولا قادره تعرف ايه اللي بيحصل. برضه تحت عنوان نحن نستطيع، ونحن نستطيع دي ده تحديد علمي. هل احنا نقدر نصل لان احنا نصل لمستوانا الاداري والانتاجي زي اليابان، زي الصين، زي امريكا، زي امريكا؟ بقول لكم ايوه. وهنشوف دلوقتي النهارده ايوه ولا لا. وانا بقول ايوه وبثقه، وبثقه. في مقوله خاطئه دايما بتنتشر ان الاجيال الجديده اقل كفاءه من الاجيال السابقه. ده كلام انا برفضه تماما. لان انا لو ولادي يطلعوا زيي ابقى انا يعني انسان عادي ما عملتش حاجه. انا لما ولادي والجيل اللي ورايا يطلع احسن مني، يبقى فعلا يبقى انا ده النجاح اللي حققناه كجيل. وأما بلاقي احفادي دلوقتي بيطلعوا لازم الاقيهم احسن من ولادي، مش احسن مني، احسن من ولادي كمان، لان احنا ده الهدف الحياه يعني. ربنا خلق اني جعلته في اني جعلهم ايه في الارض خليفه. الخليفه ده مستخلف يعني، ربنا استخلفنا في الارض هنا عشان ايه؟ عشان افسدها ولا علشان الانتاج اللي انا بعمله جديد ما يطلعش كويس يبقى انا بقى مش تمام خلاص. فانا شخصيا اعرف مجموعات كثيره من ابنائنا واحفادنا بيشتغلوا بجديه وبعلميه ومش ولا يتقوا على عمل في اي مجال يجدوه امامهم يعني. المشكله الاساسيه ثاني عندنا ايه بقى؟
الاعلام مش مركز بتاتا على نشر اي امور ايجابيه. انا مش محدث ولا بتكلم على حد ولا بقترح سياسه ولا خالص خالص. انا بايه بنوضح ان احنا نقدر يعني دي مشكله من المشاكل الاساسيه، ان عندنا الامور الايجابيه لا تنشر للاسف. يعني هنا في نوع من الصحوه. انا مش بقول نقعد نغني ونهلل زي زمان ايام، يعني مش عايز اذكر انا عشان ما يخص علي حاجه ويطلع في الاخر مشروعات في سنك. لا، ده احنا ماشيين مشروعات وبتعمل وبتنفذ وبتخلص وبتتسجل وبتشتغل، وفي الاخر يقول لك اه يلا خلاص مش عارف. فايه هي اسلحه ذو حدين، بس لازم ايه نخلي الاعلام بتاعنا يبقى ايه عطيلك نوع من الامل ده، نشوف امور كلها سلبيه. ماشي. طيب نحن نستطيع. الانسان المصري والعربي احسن وافضل واخلص الناس في الشركات، كل اصحاب الشركات والمؤسسات في الخير والنجاحات كثيره جدا، ولا حصل لها للمصريين في جميع انحاء العالم. اي مصري جاد، انا مش قلت لكم قبل كده ولا لا، ان في هو اسمه اساس انجينيرنج بفضل الله. انا مجرد انا اخترعت جهاز لقيت الدنيا بتاع ومش عارف ايه وهو هو مش عارف ايه وكان من الاول اخره. ليه كل اسمنا احنا 70 80 مصري سنه 2003؟ بقيه المصريين في العالم كله محطوطين في الدول بتاعتي، انما الانسان المصري في اي حته بيروحها وبياخد يعني بيبقى اوثرايزد ويبقى يوصل لاعلى حاجه، وهشوف دلوقتي برضه في اللي جاي. في نقطه مهمه جدا برضه احب اقولها، مهمه جدا برضه للبزنس. يعني اللقاء بتاعنا النهارده ده انا بوضح للناس كلها هنعمل ايه الفتره الجايه عشان نلحق. احنا دخلنا فين؟ فخلاص احنا داخلين على شهر 10، ده فاضل 10 و11 و12. الاكسبكتيشن اول 22 دي ادينا، وفعلا زي ما كنت مصريه جت اسرع مما توقعت، ان بقى فعلا في طلبات على المهندسين وطلبات على كل الشغل الاشتغال. السعوديه لا تقبل اي مهندس بعد تخرجه والعمل لمده 5 سنوات. يعني ما بتحطش يعني هناك احنا لما بنروح السعوديه بيتم اختبارنا. ليه؟ عشان في هيئه المهندسين. ابتداء من المستشار اللي هي توب يعني في السيستم، احنا كلنا اشتغلنا في السعوديه وتعملنا اختبارات وكان ده من اول اخر وايه، وبقينا تشتغلين هنا. او بياخد مثلا في 3 درجات على ما اعتقد، انا مش فاكر بالظبط ايه، لكن بدا دلوقتي ان المهندس ما مش هتسجل الهيئه السعوديه الا بعد ما ايه هتخرج. انا مش عارف 3 ولا 5 مش فاكر بالظبط، بس كان زمان قالوا 5 وبعدين قالوا 3. المهم يعني ايه؟ ان لازم تشتغل على نفسك. يعني انك ممكن تروح السعوديه لكن يا واحده ما تتسجلش كمهندس في السعوديه. يعني انت تبقى ايه في هيئه المهندسين عشان تسجل كمهندس وتشتغل كمهندس. ويجب على المهندس ان ياخذ الامر بجديه اكثر ويبذل اقصى الجهد لاكتساب الخبره والمعرفه الفنيه والاداريه خلال السنوات الاولى. واللي خلي بالنا برضه دي كلمه لما بنقولها، انت كمهندس ال4 5 سنين الاولانيين لو اشتغلتهم لو شقيت فيهم في كل اتجاه، تشتغل في السايت، تشتغل في المكتب الفني، تشتغل في المذاكره، تشتغل في التدريس، تعمل ماجستير، ال5 سنين الاولانيين من حياتك هم اللي بيحكموا على حياتك كلها من اول لاخرها. اذا كنت هتعيش حياتك كمهندس كويس ولا هتعيش يعني ايه كده يعني. فان كل ما بتعمل جهد كبير جدا في بدايه حياتك وتعرف الرفاهيه وتعرف كل حاجه، كل ما انت هتبقى يعني بتحط نفسك اساس لمهندس كويس والمدير كويس. طيب يبقى اخر جهد تسمى ما في الجهد الاداري خلال هذه السنوات الاولى من حياته حتى يتفوق على ايه؟ على جميع اقران المهندسين في العالم. خلي بالك النهارده، خلي بالنا وده كان واضح من زمان بنقوله وبننفذه ونفذناه على نفسنا وعلى اولادنا. لا تقارن مستواك بمستوى اللوكل اللي انت فيه. قارن نفسك تعليميا وخبراتا بالمستوى
العالمي، مش انا اقول اه ده انا بقى ده انا احسن واحد في مصر، تسير على دماغنا، انت شايف نفسك احسن واحد في مصر؟ طب انت احسن واحد في العالم؟ في واحد في دوله ثانيه في مليون واحد احسن منك، لو انت معتقد ان احسن واحد في مصر. طبعا اللي بيعتقد كده طبعا ده بيبقى يعني ايه، ما فهمش حاجه خالص يعني. يعني احنا بنفضل نتعلم ونقرا ونذاكر ونعمل عشان يعني ايه نحافظ على ما نحن عليه يعني، خلاص. انما الاصل يعني ايه، ان ما حدش يقف في مكانه ولا حد يعتقد ان هو بقى يعني حاجه. لا، ده علم النهارده بيتطور كل يوم كل يوم، ومش هتقول كل ساعه كمان. فايه تفتح له ابواب الرزق، يعني انت الكومبيتيتور بتاعك ما تقوليش المصري اللي زيي، لا هو المصري زيك طبعا فيه كتير يعني، طبعا عشان كويس قوي، يبقى في جامعات كتير بتطلع ناس هايلي كواليفايد، لكن الكومبيتيتور بتاعك اللي متخرج بقى من اعلى جامعات في امريكا ومن سنك ومصري وراح هناك، اعلى جامعات في انجلترا، اعلى جامعات في اليابان، ده يبقى الكومبيتيتور بتاعك. لازم تبص لده، لان يعني الدنيا بقت قد كره بينج بونج. النهارده بتيجي تبص تلاقي نفسك قاعد تشتغل في حته جنبك الامريكي والفرنساوي والانجليزي والياباني كل ده، يعني احنا عدينا على الكلام ده كله. عشان كده انا بقى لازم اتكلم لزمايلنا ولولادنا ولاحفادنا عشان يعملوا حسابهم ان الامور ما بقتش لوكال، بقت انترناشونال. اي حته تشتغل فيها هتلاقي مهندس فلبيني متميز عنها في حاجات كتير جدا، هندي متميز عنها في حاجات كتير جدا، انا بتكلم على اللي تحت. طب ما بيبقى امريكي بقى، لما بيبقى ياباني بتاع، اليابانيين ممتازين برضه. لكن لو انت مصري وشغال على نفسك كويس، وانا بتكلم عن بيرسونال كيس وعن تجارب، محدش في الدنيا هيبقى زيك. وانا بقول هذا الكلام وباكد عليه، بس بشرط يشتغل على نفسه، يشتغل على نفسه ويعمل لنفسه يعني ايه برنامج يعني قوي ووجد ان هو لازم يعني عايز يعني هو والاربع خمسين الاولانيين دول هم اللي بيحكموا على كل حياتك، وتفضل بقى ايه مستمر مستمر ما توقفش. طيب ولله الحمد والمنه، اخونا هو عالم حضارات عامه كتير في مصر والخليج، حاجه شخصيه بالنسبه لي وبالسعوديه، لما عيد المؤسسين المصريين بالمملكه العربيه السعوديه ووقت المؤسسين السعوديين ودورات كتيره. فضل الله كانت نجاح جدا واستفاد منها الكثيرون، ودي بتفرحني. انا لما بروح دلوقتي حد من اللي اشتغلوا معانا او اشتغلنا مع بعض يعني واطول الاقي مدير مشروع وفي منهم مديرين شركات ومستواهم ما شاء الله فل فل الحقيقه يعني. فالحمد لله هو يوجد هناك في قيادات حقيقيه المهندسين المصريين والسعوديين والعرب والتاجرين، ويقوم معاهم محاضرات برضه ونشر ثقافه الاداره العلميه ما شاء الله يعني. يعني في السعوديه بالذات الاخرانيه ربنا يبارك فيهم بتوع جمعيه المهندسين هناك في السعوديه يعني يعني لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي يعني يعني رساله حقيقيه وبتنافس، انا مش دعايه لحد بس دي حقيقه يعني. طيب مستمرين في العطاء بانتظام ال 15 اللي هي الاكل والمال بتوعهم مؤخر دول بتوع الايه؟ اللي هي الهيئه جمعيه المهندسين المصريين في السعوديه. وكل العرب وكل الناس كل الجنسيات فاهمين هذا الكلام وبيروحوا بيحضروا، بيجوا من اليابان بيجوا من كل حته في العالم كله عشان يحضروا المؤتمرات ويحضروا الندوات بتاعه جمعيه المهندسين المصريين في السعوديه. ولغايه دلوقتي اونلاين بتعمل شغل قوي جدا. طيب تحت عنوان برضو ايه؟ انا مطور في الحته دي ليه؟ نحن نستطيع. اللي وصلت له اليابان والصين وكوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه واي بلد في العالم احنا نقدر نعمل. بس ازاي؟ الشروط هتيجي واحنا ماشيين. في السبعينات من القرن الماضي كنت بعمل في مشتري في شركه سمارت، كنا بنجيب الفندق في نفق ستارز هنا في اسكندريه. كان في مدير مشروع اوروبي هنا، كان كل ما اقف في مشكله يجي يسالني. يجي يتكلم انجلش يلاقيني بتاع فرنش ماشي جيرمان ماشي. فجاء مره قال لي انتوا مستواكم عالي جدا. قلت له خلي بالك انا في مصر في الناس كلها، انا عمري ما حسيت ان انا احسن من حد، بالعكس بالعكس يعني ده يعني يعني حاطط في دماغي ان لازم ايه اتعلم من حفيدي حتى اعرف منه يعني ما نوقفش خلاص. طيب فقال لي انتوا مستواكم عالي جدا،
ليه ما اشتراك وكده؟ لان فعلا كان في مشروعات تبقى شركه مصري ماسكاه وتبقى شركه اجنبي. الكلام ده بتكلم على السبعينات، كلام الانفتاح وكلام اللي هو في اخر السبعينات. فانا رديت عليه بسرعه جدا ايامها، كنت بعمل بالظبط، كنت بدات اشتغل في دكتوراه في البروجكت مانجمنت زمان 82 كده. ف او يمكن قبلها كنت خلص الماستر في التربه اللي عارف. فالمهم وكنت في منتهى الصراحه قلت له انتوا عندكم نظام، فجوه النظام ده لو دربت قرود هينجحوا، انما انت لما ما عندكش نظام وانت عبقري زمانك. وفعلا في عبقه، انا بيقابلني ناس سواء يعني اوف لاين او اون لاين او في الحياه عبقره، شباب صغير شباب جميل يعني 24 25 26 عبقره في كل حاجه، لكن يجي يبص يجي له لحظات كده يبقى ايه؟ ديبرست، لان ايه؟ حاسس ان هو الدنيا مش متظبطه معاه. وانا لما بشتغل في بيئه، مش بيئه يعني حاجه وحشه، لا يعني البيئه اللي بشتغل فيها بشتغل في مشروع، المشروع ده لو كانش فيه نظام لو انا مين؟ ما هيبوظ. لو انا على الطب بقى بتاع المشروع ده يبقى غلطتي بقى لو مش مدوحة. عشان كده لما كانت مناقشه مثلا كنا في باريس مناقشه بيتكلموا على الايه؟ الكوربشن، يعني الكوربشن في الشركات. فانا كان خلي بالكم انت الكوربشن ده روح بحاجتين، تحط على راس اي مؤسسه او اي مشروع او اي شركه راحت فاهم وعارف ونظيف ومعاه نظام، يعمل نظام اقلهم الايزو مثلا، مش عايز تجيب ايزو اعمل اقعد نظامك يبقى واضح، عندك بروسيدرز واضحه، عندك ورك انستراكشنز واضحه، كل نظامنا كل واحد عندك في الشركه عارف بيعمل ايه واقول له ايه من اخر ايه، عندك هيكل تنظيم واضح، كل واحد عارف مسؤولياته وعارف هيشتغل ازاي. طيب نحن نستطيع، فعلا نستطيع، فعلا نستطيع. انا بقول الكلام ده يعني ليس لا هو حب ولا هو غرور ولا هو رفع معنويات، ولا انا بتكلم على اسمه ايه ده اللي هم بيقعدوا يقولوا سقف وامل وعشان اللي هو التنميه البشريه، لا انا بتكلم كلام علمي وهنثبته الكلام ده دلوقتي. لا احد يعتقد باستحاله الاصلاح الاداري. ليه بقى؟ دول كتير جدا، دول كتيره جدا، احنا كلنا احسن منه، يعني احنا اربعينات خمسينات ستينات كنا احسن من الدول دي. يعني انا اذكر يعني احنا مخلصين الكليه في الستينات كان استاذ دكتور من احسن الدكاتره، لقيناه في يوم من الايام بيقول احنا بنخرجكم يعني يتخيل الكيرف حاجه كده وكده، مستواكم هنا والناس اللي بره بيتخرجوا هنا، بمرور الوقت هو مستواه بيعلى، انت مستواك بينزل، بعد خمس ست سنين بيجي لك هو خبير عليك لان انت اقل. وكان بيقول لنا دايما، هو كان استاذ راي، احنا كنا اساتذه الهندسه المدنيه في العالم كله، مش عارف ايه اللي حصل. اللي حصل طبعا معروف ان احنا اهملنا ان احنا ناخد بالاداره العلميه، بقى اهل الثقه مش اهل العلم وهكذا، مش هنتكلم في العلم، كلام جزء منه علم جزء منه سياسي، احنا غير في العلوم في العلم. ما حدش اعترض باستحاله الاصلاح الاداري. دول كثيره، امريكا، اليابان، الصين، الهند، البرازيل، كانوا في حالات اسوء مننا بكثير بكثير، خلي بالك بكثير. يعني بتوع اليابان بتوع كوريا وكان الناس كانت بتيجي مصر عشان تتعلم وعشان تعرف عشان تعرف الشعب ماشي ازاي وازاي. المصري عنده طاقات، وهتشوف دلوقتي سلايد كده هتشوفوها، انا لا عملتها ولا اتعملت في مصر خالص، معموله بره، هتشوف مصر فيها ايه. وتطوروا عندما مروا اسلوب انفسهم وبلادهم. يعني الناس دول اللي اتطوروا في امريكا واليابان والصين والهند والبرازيل ما اتطوروش كده، حبوا يصلحوا انفسهم ويصلحوا بلادهم، فاصبحوا احسن دول في العالم في شتى المجالات دي، ايه؟ لما عملوا اصلاح اداره عندهم.
إصلاح إدارة. يعني أنا أذكر برضو دي حاجة برضو هنشوفها بعينينا، سمعناها بودنا. كان الشيخ محمد بن زايد على ما أعتقد، أو كان شيخ اللي هو رئيس دبي، وفي حديث عام حاجة زي كده، فواحد مذيع بدون ذكر أسماء، يعني برضو أنا مش لا أنا بجامل حد ولا بستسيح حد ولا عايز أخش في مشاكل مع حد، فبيقول له لو احنا اتغنينا وعندنا الفلوس زي اللي عندكم هنبقى زيكم كده ومهيصين وبتاع. ده مصر اغنى، مش عايز اقول اغنى دوله في العالم. يعني قصدي يعني ايه؟ فالراجل رد عليه بمنتهى البساطه، قال له انت الفرق مش فلوس، الموضوع اداره. يعني ممكن واحد يبقى معاه 10 مليون جنيه ولا عارف يشتغل ولا عارف يعيش. المشكله فين؟ في اداره الاموال. وشركه المقاولات تبقى غنيه جدا وعندها فلوس جدا وتقع، وشركه ثانيه امكانياتها محدوده وتنجح. ليه؟ اداره المال. المشكله في كتر او قله الفلوس، لا في الايه؟ اداره ازاي يحسب الفاليوز، ازاي يحسب الكاش ان والكاش اوت والاخر. يعني اداره الحاجه هي اللي بتنجحها. خلاص؟ هل يمكننا ان نكون مستوى افضل منهم؟ نستطيع بالتكليف الله تعالى. يعني عندنا كافة الموارد والإمكانيات، وأهمها إيه؟ الإمكانيات البشرية للنجاح. أوعى حد يقول إحنا واصلين تعبانين، ولا إحنا ما عندناش إمكانيات، ولا إحنا مش عارف إيه، ولا إحنا لا. المصري عنده إمكانيات وعنده يعني لو ترك بحرية وعادي. أنا مش بقول هفسحه ولا أقعده السرايا ولا بتاع، لا. لو أخد حقوقه أول بأول، اللي هو عايش في حتة صحية ومدارة كويس، هتلاقي منه حاجات غير عادية. وأشوف الكلام ده كله في حياتي، أنا مش بتكلم برضه من الخيال. أمام الكلمات التي يرجعنا إلى ما كنا عليه. هذه أمثلة حقيقية وبسيطة مما عندنا من بشر. يعني في حته كده لقطه دلوقتي جايه هتبين بشر مصريين، الجزء اللي اتعرف. يعني دي نقطه ثانيه، معلش نقطه ثانيه، خلينا نكمل فيها. امثله حقيقيه بسيطه ما عندنا من بشر يخدموا العالم كله شرق وغرب، ونماذج معروفه قليله جدا ومنها كثير في جميع انحاء العالم. يعني اللي جاي ده هتسمعوه، ده مش معمول في مصر. سكاي عربية وبيتكلموا على مصر، يا ترى بيقولوا ايه؟ 100 مليون واكثر يعيشون بجوار الكنوز وفوقها، وفي كل يوم تميت الحضارة اللثامة عن اسرارها في بلد من عجائب الدنيا، لكن لمصر كنوز لا تقدر بثمن. عبقري الكيمياء أحمد زويل الذي نال جائزة نوبل عام 1999 عن اختراعه ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتوثانية. وحفر الدكتور مصطفى السيد اسمه من ذهب حين ابتكر علاجا للسرطان بمركبات دقيقة من الذهب، ونال أعلى وسام أمريكي في العلوم، قلادة العلوم الوطنية. البروفيسور مجدي يعقوب نقل جراحة القلب إلى عالم آخر أقرب للمعجزة، لقبه الإعلام البريطاني بملك القلوب، ومنحته الملكة إليزابيث لقب السير. وفي الفضاء كان فاروق الباز أبرز علماء وكالة ناسا باستكشاف جيولوجيا القمر واختيار مواقع الهبوط عليه، ودرب رواد الفضاء في بعثات أبولو على اختيار العينات من تربة القمر وتحليلها. أبو بكر الصديق بيوم أفضل عالم رياضيات في العالم عام 2010 رفض جميع الجنسيات الأجنبية حفاظا على هوية أولاده وانتمائهم لمصر. أما اليابان فإنها تدين للعالم المصري شريف الصفدي الذي ساهم اكتشافه بالتخلص من الإشعاع النووي بعد كارثة مفاعل فوكوشيما، ورشحته طوكيو لجائزة نوبل لقاء ذلك عام 2013. وتفخر ألمانيا بالمهندس المصري هاني عازم
الذي صمم محطة قطارات برلين الأضخم في العالم، وكرمته أنجيلا ميركل في وسام الجمهورية الألمانية. في علوم الكمبيوتر يدين صناع التكنولوجيا إلى الدكتور مجدي بيوم الذي ابتكر دوائر إلكترونية تجعل الكمبيوتر يفكر بطريقة تشبه مخ الإنسان. الطيران يحمل أيضا بصمة مصرية عبر هاني مصطفى أبرز مهندس في صناعة محركات الطائرات والحائز على عشرات براءات الاختراع في تطوير وتصميم محرك الطائرة ورفع الكفاءة. وقبل أن يقفل عام 2020 أبوابه برز اسم الباحث المصرية إلهام فضاء التي صنعت أهم إنجاز عالمي في الفيزياء لهذا العام عن أبحاثها في التكنولوجيا الضوئية. أراد أن يمنح شعراء مصر وكتابها بأكملهم جائزة نوبل حين منحها للعملاق محفوظ. مصر المحروسة تتبختر بعقولها وأهلها، وقالوا عن المصريين إن في كل واحد منهم همة تغاسل طموحه نحو القمة. 100 مليون وأكثر يعد أجي فيديو مش احنا اللي عاملين، يعني حتى لهجة الموسيقى نفسه مش مصري، ما اعرفش هي فين، بس ده صادفني فحبيت ان انا اوريكم النهارده واثبت لكم ان مصر تقدر، شباب يقدر، بس نلتفت لنفسنا، نثق في الله ثم في انفسنا، نطور انفسنا، ما نسيبش نفسنا لاي ياس او لاي ديبريشن او لاي حاجه. دي خريطه مصر طبعا كما هي الان او كما كانت عليه، يعني يعني خريطتين ثلاثه لمصر. وبرضه للعلم ان خريطه مصر خلاص اختلفت، ما بقتش كده دلوقتي خلاص، يعني في خريطه جديده بمحافظات جديده. كلام بيقول احنا داخلين على 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 مرحله، او احنا عايشين في مرحله ناس كتير مش واخده بالها منها، انما التقسيم الاداري يعني دي اسكندريه دي مطروح هيبقى محافظات هتختلف، يعني كلها هتختلف، تقسيم اداري تاني، وداخلين على على ايه، على تغييرات كامله وشامله. بس للاسف يعني ان شاء الله خير. طيب احنا بقى دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنستعرض بعض الدول ونتاكد انهم نجحوا جدا لما تقول العلميه، وان احنا في حالنا اللي احنا فيه حتى اللي احنا النهارده اللي احنا شايفينه ان احنا تعبانين قوي، هم كانوا اتعب مننا، بس لما انتهجوا اداره علميه ونفذوا اداره علميه نجحوا وقادوا العالم كله من اول لاخر. طيب اول بلد نتكلم عنها اللي هي ايه؟ The United States of America. دي الدوله نمبر 1، يعني شئنا ام ابينا، بصرف النظر بقى عن هي حكومه ازاي، الاقتصاد بتاعها ماشي ازاي، بتسيطر عليها ازاي، عليها ديون قد ايه، عليها ايه، بس هي United States of America ده هو الايه؟ ده العصر بتاعها. التجربه الامريكيه بقى دي حكايه مشهوره جدا، لكن مش ناس كتير بتعرفها، حتى الامريكان نفسهم بيجوا بيتكلموا عليها بيكتبوها ما بيكتبوهاش كما حصلت. في عام 1930 في واحد عالم كان عمره 30 سنه ظهر في ظرف الجوده، كان اسمه ايه؟ وبقى اشهر عالم بعد كده في الجوده، وهو اللي حط في الجوده من الاخر، ديمينج. ديمينج ده مواليد سنه 1900. 1930 بدا يبقى شباب بقى وبدا ايه؟ فطلع ايه؟ وصل لحاجه اسمها ايه؟ توتال كواليتي مانجمنت، اللي هي اداره الجوده الشامله، اللي هي لغايه النهارده بلاد كتير ما بتطبقهاش. يعني المرحله لو تفتكروا اللي حضرنا مع بعض محاضرات الجودة، اللي هي المرحلة اللي بعد الايزو، يعني كان يبقى عندك نظام بصرف النظر بقى ايزو او مش ايزو، انما انت المرحلة اللي بعد بكامل النظام انك تعمل توتال كواليتي مانجمنت. توتال كواليتي مانجمنت بتعني ايه؟ ان الكواليتي بتاعت كل حاجة، كل حاجة هي اللي بت ايه؟ بتحكم لك الأداء. فجأة ديمينج هو يعني
سنة 30 يمكن بعدها بشوية، قال لهم إيه؟ وصل في توتال كواليتي مانجمنت ويعني استوعبها كويس بقى، بدأ يصرح بيها، قال لهم It's time for new religion، يعني لقد أنا الأوان لإيه؟ للدين الجديد، الجديد اللي هو إيه؟ مش مسيحي ومسلم بقى ولا توتال كواليتي مانجمنت، تلاقي إدارة الجودة الشاملة. ده يعني ان الحياه والانتاج، الانتاج لازم يخضع لايه؟ للنظام، كل شيء فيه خاضع للجوده وخاضع للقياس وخاضع للمتابعه، خلاص. وعادي جدا محدش صدقه الكلام ده. امتى؟ هو عام 30 بدا يتكلم يعني، خلاص. فايه؟ محدش صدقه، محدش صدق كلامه، وحاربوه. خلي بالكم وصلت لايه بقى؟ هنا في وقفه صغيره حابب نقولها. ده بيؤكد موضوع ايه؟ يعني ان في علم يعني بدا اخذ شكله اللام من حوالي 25 سنه تقريبا، اللي هو ايه؟ اللي هو تشينج مانجمنت، مش مانجمنت اوف شيء، مش مانجمنت بتاع التغييرات في المشروعات، لا، تشينج مانجمنت اللي هي اداره التغيير. اداره التغيير دي لازم تبقى موجوده، يعني السماء ما بيتولدش كده. يعني يمكن اللقاء اللي احنا عملناه التشينج مانجمنت، وفي اول لقاء انا قلت تحدي ان حد يقول ان ربنا خلق حاجه ثابته، فاحنا في تغيير مستمر. يعني اللحظه اللي انا فيها دلوقتي هنا وهتبقى نفسي ان انا قاعد في اللي انا فيها، مش الحته اللي انا كنت فيها من ثانيه، لان الكون كله بيلف. فما التشينج مانجمنت ده ادي في امريكا نفسها اللي هي دلوقتي يعني المفروض ملكه العالم والى اخره، لكن اما بدات ما بعد قدامك يا يشتغل هناك، محدش يوقفه ولا استوعبه حتى يعني ايه. طيب في الاربعينات بقى، في اخر الحرب العالميه الثانيه، كانت اليابان جننت كل دول بقى اللي هي اللي دخلت ضدها في الان في الحرب. فراحوا عاملين ايه؟ راحت الولايات المتحده قالت احنا لازم نكسرها كسره جامده. جت على هيروشيما وناجازاكي وراحوا ضاربينها بايه؟ بقنابل ذري. فعلا كسروها. يعني شوف برضو انا الكلام ده كله جه في برزنتيشن برضو اللي كنا بنتكلم فيه عن البيئه والانسان، ونشوف لو رجعناه راح يرجع يبص عليه تاني هلاقي ان فعلا تدمير انبليفبل. فاليابان فعلا استسلمت ولفرط عدم انسانيه محارس امام من رؤى اخرى. طيب عملوا ايه بقى؟ حصل مفاوضات. فامريكا قالت ايه؟ قالت لا، ده انا لازم اعوض امريكا الخسائر دي، لان انا كان هدفي مش ان انا اخسر اليابان، انا هدفي ان انا ايه؟ انهي الحرب بقى، لان خلاص العالم كله ايه؟ فهي وقفت الحرب. لكن بقى بادعاء ان هي عايزه تعوض امريكا، عملت ايه؟ جابت ديمينج ولجنه قالت لهم تروحوا ايه؟ تقدروا الخسائر اللي حصلت في هيروشيما وناجازاكي عشان ايه؟ نعوض اليابان. الكلام ده كان في الأربعين، في الـ في الـ في الـ في حاجه و40 يعني بعد الحرب، يعني ما اعرفش بقى 45 46 مش عارف يعني. فالمهم ديمينج راح بالافكار بتاعته بتاعت التوكواليت مانجمنت على اليابان. امر اليابان حصل ايه؟ قعد يتكلم معاهم. الكلام ده انا بقوله ده مش كلام اهاوي، دي قصص حقيقيه. انا مش فاكر، انا قريتها طبعا من زمان، يعني عارف الكلام ده من بدري يعني عشرات السنين. فهي عرض عليهم ايه؟ عرض عليهم التوتال كواليتي مانجمنت وازاي يتعمل وازاي، واعجبوا بيه جدا جدا جدا. قالوا له بقى انت تقعد معانا واحنا هنشتغل معاك هنا وهنطبق الكلام اللي بتقول عليه. فايه؟ سنه 50 اليابان عملت حاجه اسمها ديمينج برايتس، اللي هي جايزه ديمينج. هذه الجايزه موجوده لغايه النهارده لسه بتقدم للمؤسسات اللي هي تقدر او المنظمات ان هي تطبق التوتال كواليتي مانجمنت بكواليتي اللي هي طبقا للقواعد في مالكوم بلج ناشونال كواليتي اورد، في طبقا لايه؟ لاسس معينه يعني يقاس بها درجه الجوده بتاعتها. كل هذا وامريكا لم تحس بما يحدث، لان كل ده اللي بنعمله عماله بتطور بديمنج اللي عندها عشان نعرف ان احنا مش وحشين،
يعني احنا بس نفوق ونحس فوق نفسنا خلاص. ده هنا عشان نعرف ان القياده العليا لو رفضت اي تغيير فمش ممكن يحصل تقدم ولا تطوير ولا تحسين. يعني ده اللي حصل معايا امريكا. كان امتى؟ كان في حاجه 40. على هامش الموضوع ده برضه كان في واحد اسمه ايه؟ تاني واحد كان اسمه جوران. جوران ده كان يهودي من ارمينيا على ما اعتقد او منين، وهاجر ايامها لامريكا مع عرض مع عائلته. هو ايه؟ شاف ديمينج راح اليابان، راح رايح وراه واشتغل الكروت في التاتو بارت مع عائلته. وغايه دلوقتي جايزه ديمينج موجوده، ودي اعلى جايزه عالميه في الايه؟ في الجوده. طيب هنا الصوره دي متكرره مرتين. سلايد ده ديمينج اهو من جابان سنة 1950. شو الشكل الجميل ده سنة 50. ده ديمينج لما راح أمريكا سنة 1980. فشوفوا فرق العمر قد إيه. أكثر من 30 سنة تقريبا كان ديمينج مواليد 1900. فرق ما بين الصورة دي والصورة دي. يعني دي شوف كان شباب لسه إزاي، عنده كام؟ عنده 50 سنة، هنا عنده 80 سنة. اللي حصل إيه بقى؟ ان ديمينج حاجز تلفزيوني راح في امريكا، كان مذيعه عاملين يعني عرض يعني معاه وكده، فبيتكلموا بقى على الكواليتي ماتش. فقال لها ايه؟ قال لها ما دام اليابان قادر تصل لهذا الكلام يبقى ايه؟ يبقى امريكا تقدر. If Japan has done, if the States can do it. فهنا بقى ايه؟ فامريكا فهمت اليابان، لان كانت اليابان يعني انا اذكر ان احنا مثلا في حاجه و60 كان في مركز اسمه ساكورا مارو هنا، ما اعرفش الكلام ده ولا لا. مركب جايه من اليابان وكانت واقفين في المينا هنا، وكنا ما فيش حد في اسكندريه في مدرسه او في كليه او في موظف ما راحش زارها. كل التكنولوجيا اللي جت بعديها 15 20 سنه شفناها هناك. كان زمان اللي كان عايز يتعلم ويعرف يعني ايه تكنولوجي، اللي عايز يعرف يعني ايه الكترونكس، التطور الالكترونكس، كان بيروح حتتين المعارض، في حتتين يا اليابان يا المانيا. ده على ده حاجات احنا عشناها. يروح المعارض بتاعت اللي في اليابان، او المعارض اللي فين؟ اللي في في في, في 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 في, في المانيا. وحتى كان في نقطه برضه بذكرها دلوقتي واحنا وانا قاعد معاكم، ان كان اي معرض الكترونكس في العالم كله كان دايما عامل ريستريكشن على دخول اليابانيين. عارف الياباني هيدخل هيلقط اللي اخده ويروح يطوره ويعمل احسن منه في بلده. فالمهم اللي حصل ان امريكا فهمت، فقالت لديمينج بقى ايه؟ خلاص يا عم انت بقى كفايه عليك كده وتقعد معانا. فراح وهو عنده 80 سنه بدا يطبق. هو عمل الميثودولوجي بتاعته وفكره في 14 نقطه. في 14 نقطه. هو 14 نقطه. جوران 10 نقط. على ما اذكر. طب المهم فقعد من 80 ل 94 ومات عنده 24 سنه. تخيل واحد بيبتدي يطور بلد وهو عنده 80 سنه، عاش 94 سنه، علم امريكا كل ما هو لاخرها يعني ايه؟ جوده. مين حصله بقى هناك رجع له تاني؟ اللي هو جوران. جوران عاش بقى لغايه ما بقى عنده 104 سنه، مات بعد ال 2000 يعني. مع العلماء الجدد الذين تعلموا على الدمين. كملوا بقى بعد الدمين بشويه. طيب برضه في السياق ده احب اقدم لكم راي الدكتور مهرر كيرسنر. ده واحد من اكبر علماء الاداره في العالم. برضه احنا اكمال تجربه امريكيه ان احنا يعني زودنا فيها شويه عن بقيه التجارب، لان يعني احنا متاثرين بهذا الفكر. الشهادات اللي هي المشهوره اللي هي في مثلا، وكل الشهادات اللي هي الماشيه الناس بتدرسها امريكان من البي ام اي،
ونعرف برضو، لان احنا بنقارن نفسنا بالعيال، بيقولوا ان احنا احسن ناس، ان هو اللي احسن منهم اليابان. والكورونا جت فضحت الصين، والصين طلعت هي الاكشولي ليدنج العلم التكنولوجيا ليدنج كل حاجه في العالم. المهم هار كيرشنر ده من اكبر اساتذه الاداره في العالم. يعني انا بدات اقرا له في الثمانينات، كان كتابه مثلا 560 صفحه ولا حاجه، النهارده كتابه بقى 1420 صفحه. ده من اكبر عمال الاداره في العالم، مش في امريكا بس. مقدمه كتابه المؤسسات والشركات بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انتم لا تطبقون مبادئ اداره المشروعات. يعني اداره المشروعات دي ببساطه دي اللي احنا قلنا عليها. ايه يعني ايه اداره؟ بتطبق وظائف الاداره الاربعه، بلاننج اورجنايزنج ليدنج كنترول، على ايه؟ على الاربع فانكشن اللي هو الايه؟ مان باور، ماني، ماشينري، ماتيريال. ببساطه شديده يعني هم دول الاساس بتوع كل حاجه. خلي بالك توصل تعقيدات بقى، نوصل للدين ونوصل للاجايل، نوصل الكلام ده كله، هو المبدا كده خلاص. المهم احنا منبهرين ليه؟ لان شايفين قدام بجانب شركات كبيره، باكتل هيل انترناشونال بروجكتس، اشتغلنا مع شركات كبيره، دي الجام برضه اشتغلنا مع اي بي بي، اشتغلنا مع كتير الشركات دي كبرى، وفعلا بتطبق الاداره صح فعلا. يعني باكتل بتشتغل بالتوتال كواليتي مانجمنت وبالسيكس سيجما من التسعينات هنا في مصر اعتقد عندنا الحاجات بتاعتهم هنا، ما بشتغلش معاهم هنا في اسكندريه يعني، لما باكتل اشتغلنا معاها في شرم الشيخ. المهم فتو كسر قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا بتشتغلوا او بتعملوا لكن ما تستخدموش الاداره العلميه. الاداره العلميه دي منهجيه بتعمل ايه؟ وعارفه ان هي بتعلي بتقلل الكوست او بتعمل اوبتمايزيشن للكوست، بتخلص الحاجه اون تايم، بتخلص حاجه بنفس الكواليتي، بتخلص ايه؟ اكوردنج للايه؟ للكاستم ساتسفاكشن. وهي الطريق الوحيد لنجاح المشروعات. وطبعا في قياسات بقى كي بي ايز والكلام ده كله اتطور دلوقتي، وازاي تحكم على المشروع ان هو ايه؟ وهي الاداره العلميه هي الطريق الوحيد لنجاح اي مشروع. طيب تاني حاجة ايه؟ اليابان دي مرتبطة بايه؟ بامريكا. ليه؟ ادي جبنا الصورة دي تاني. الاخ ديمينج هنا او الاستاذ ديمينج او الحاج ديمينج او الدكتور ديمينج ده راجل عظيم، خلي بالك ده اثر على العالم كله. اللي هو الدايركت بلان دو تشيك اكت فاكرين؟ بشرحها لكم في الكواليتي بلان، وات يو ونت تو دو، دو وات يو هاف بلاند، تشيك ذا ديفرنس، بعدين ايه؟ اكت اون ذا ديفرنس. دي الدايره بتاعت ايه؟ ديمينج. ولما قلنا برضه قلت لكم في القاعده بتاعتنا دي ما هياش دايره ديمينج، دي دايره استاذه اللي هو شوهارت. شوهارت ده اللي هو المدرب الاستاذ بتاع مين؟ ديمينج. بس هو ديمينج اخذها وطبقها واتصارت معاه. هو بعد ديمينج كان يعني ستاتستكس واستاذ عالم، يعني كل الناس دي اشتغلت في دراسه الكواليتي واشتغلوا وتخرجت ودرس المانجمنت والدات كواليتي، عارف هذا الكلام. ودي صوره ديمينج لما بدا سنه 80، الراجل يعني فكان ايه الحقيقه يعني طبعا اختبارات ما نقولش حاجه معناها يعني داخلين على السن ده. فالمهم فديمينج او قلت لكم انا ايه، انا عدت السلايد ده مرتين عشان اشوف ديمينج هو بتاع اليابان اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، وده ديمينج بتاع امريكا اللي كنا بنتكلم عليها من قبل كده. طيب التجربة اليابانية حصل ايه بقى؟ اليابان طورت وبدأت تتكلم مع الجودة وهي في أسوأ ظروف. في أسوأ ظروف من الحرب العالمية الثانية، وكانت يعني أنا عندي صور لمدارس مش مدرسة. أنقاض المدرسة والولاد قاعدين اللي متصاب والعدوى وقاعدين أقل من شهر قاعدين في المدارس وبيدرسوا وبيعملوا بمنتهى القوة وبمنتهى الإخلاص وبمنتهى الرغبه ان هم يقفوا تاني ويعيدوا بلدهم تاني ويقفوا بلدهم تاني. اليابان طورت وقتها مع جودها اسوء صوت بالحرب العالميه الثانيه. وهو اللي انا كنت بقول لكم عليه الباخره اللي اسمها الساكورا مارو، كل ما شفنا فيها تكنولوجي ما عرفناش الا بعدها ب 30 سنه شفناها في بيوتنا، يعني اللي هي الكاميرات والتلفزيونات والكنترولز والكلام ده كله من الاول لاخره يعني. كانت موجوده في الستينات. وعليها معرض
لاخر التطور والتقدم العلمي المبهر للتكنولوجيا الصناعيه في اليابان في مجالات كثيره ومتطوره ومبهره لنا انذاك. طيب استمرت اليابان في قياده العالم كله من ناحيه التكنولوجيا. وانا اصبحت اجيب اليابان هنا انتم شفتوا في الفيديو الشريف الصفدي. الدكتور شريف الصفدي ده اخ وحبيب وعالم، واحنا كنا مشهور دايما في مؤتمرات مؤامراتنا مع جمعيه المصريين المصريين في الرياض في السعوديه، وكان في بيننا احاديث دايما وبيننا كل ود وكل حب واحترام. يعني شباب عني شويه مثلا 10 سنين ولا حاجه 12 سنه، شباب وجميل، وزي ما هو فلاح زي ما هو، ويعتز انه فلاح وان والده فلاح، يعني مش مثلا مستكبر بتاع، مع ان ده نبغه نبغه ليس له مثيل. هنا بيقول اهو يعني هقول ايه، اليابان وصل درجه نسميها كوكب اليابان ما فيها تكنولوجيا تاخد الانسان بحق، ولا يعرف ولا يفهم احد ماذا يحدث فيها. هنا بقى عالم مصري اسمه استاذ الدكتور شريف الصفتي بالطه مش بالت، معطينا في الـ في الـ في الفيديو اللي عاملينه في التلفزيون العربيه بالت، هو لا الصفتي، ويعتز بانه فلاح مصر ويفخر بذلك في جميع المعارف. هو عالم متخصص في النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي هي المتحكمه دلوقتي في كل حاجه، وتقلل اسعار كل حاجه، وتوصل كل حاجه للماكسيمم. احنا في عصر اسمه عصر النانو تكنولوجي، ولكن للاسف احنا زي ما فاتنا عصر النووي، احنا فاتنا عصر النووي، ما نضحكش على نفسنا. يعني احنا التفكير كان موجود من الخمسينات، من يمكن من قبل الخمسينات كمان، ان هنعمل مفاعل وندخل في التجربه كمان الاخر. يا دوب لسه بنبني في المفاعل بعد العالم كله ما بيقفل مفاعلاته وخلاص، في دول خلاص خلال مثلا 10 سنين مش هيبقى ولا مفاعل، وبتتجه للايه؟ للطاقه اللي هو الجرين تكنولوجي يعني. فالوقتي العصر اسمه عصر النانو تكنولوجي. ببساطة شديدة اليابان ضرب فيها مفاعل نووي في أول 1000 و2000 وحاجة 2000 وحاجة واحد في أول 2000، الدنيا باظت واتدمرت والمية باظت كل حاجة باظت كل حاجة باظت. فقالوا لهم شاكرين منك وبتاع، قالوا خلاص السلام عليكم وعليكم السلام، رجع مصر. قبل ما يوصل قبل أسبوع راحوا مكلمونا وقالوا الحقنا. توشي في صفتي واللي يقعد معاه يحس انسان بسيط جدا لكن عالي، انقذ اليابان كلها من العطش. عمل هو ده اختراع بالنسبه له، وده مش المفروض ياخد نوبل، ده ياخد نوبل مركب، وهم رشحوه فعلا لجائزه نوبل، بس ما اظنش ان هم ادوه له. فانفجار المفاعل الذري في اليابان ايامها، وايه، وانا بقول الموضوع ده ليه؟ وباكد ليه على المصري ان ادي دكتور اهو شريف الصفدي انقذ اليابان اللي احنا كلنا مبهورين بيها. وانا بيرسونال اشتغلت مع اليابانيين ولم اجد حد اكتر عنده جانب اكتر منا. يمكن يعني كل واحد طبعا بيعتز بنفسه والى اخره، لكن المصري اذا خد باله من نفسه وتخصصه وخد الدنيا بجديه وخدها بحب وخدها بعلميه مالوش زي، مش المصري بس والعربي، عشان شهادة لله. لأن أنا في ناس يعني الحقيقة أنا شفناهم، شفنا يمنيين عبقرة في اليمن وفي براه يعني وغيره، وفي قطر شفنا شباب هايلي كواليفايد في السعودية، علماء وعالمات ما فيش زيهم يعني. كل يعني ما نقعدش ونتكلم ونقول بقى ده دول إيه، أصل دول كانوا إيه، وأصل إحنا كنا إيه، لا 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 حقيقة يعني المنطقة العربية، أنا في الخليج تحت، وأنا واثق برضه من الشمال برضه في أكثر كمان من الخليج. يعني العالم العربي يعني قد يكون بيحارب النهارده لأن الإمكانيات البشرية اللي فيه والإمكانيات المادية اللي فيه يعني إيه تؤهله أن يقود العالم كله. فدي حاجة يعني إيه، ناس أعدائنا فاهمين أكثر مننا يعني. فأنا بعمل ستريس على الحتة دي ليه؟ ادي دكتور مهندس مصري على فكره خريج علوم،
علوم يعني، مش هنقول بقى هندسه ونتأسح بالهندسه لا، واستاذنا واستاذ استاذ اساتذتنا يعني. فادي ايه التجربه اليابانيه، انقذها اليابان كلها اللي كله مبهور عليها واحد مصري. الحقيقه تعرف فرق ان اليابان والتي سبق في العالم كله وسموها الان كوكب اليابان قد تقدمت لانها طبقت الاداره العلميه العمليه، ويتم التطوير والتحسين المستمر كل يوم. النهارده علماء التوتال كواليتي مانجمنت والاداره وكل انواع السيكس سيجما والكلام ده كله من اول لاخره من الاكثر احسن ناس في اليابانيين. انا طبعا ما اشتغلتش مع صينيين، ما دخلتش في يعني في اعماقهم او في الديتيلز بتاعتهم، لكن انا مؤمن ان اليابان هي اليابان طبعا هي نمبر 1، هي نورت الدين للناس كلهم هو الاخرها. لكن الصين وصلت لمرحله النهارده، بس هو اتكشفت من بعد الكوفيد، بعد اسمه ايه ده المشروعات اللي عملتها وفي غياب كده من الزمن، حاجات مش طبيعيه الحياه نفسها شكلها ايه. اما في اخر مره كنت في باريس كان كميه اليابانيين اللي مالين البلد، الصينيين في مالين البلد مش طبيعيه، يستقطبوهم عشان يعني ايه يصرفوا يعني، ناس عاديين. طيب التجربه الصينيه الصين طبعا دي بلد من اكبر بلاد العالم، حضاره من اقدم الحضارات برضو يعني، بنتكلم عن الحضاره المصريه بنتكلم عن الحضاره الصينيه، دي اصول الحضاره اللي في العالم كله من اول اخره. مر طبعا عليها عصور اب داون، لكن هي النهارده قياده العالم عندها يعني. طبعا احنا بنقول امريكا، بنقول احيانا حتى الثانيه كده مفيش داعي ذكرها، لكن شاينا هنعرف في شاينا دلوقتي قامت ازاي وطلعت ازاي وطبقت ايه برضه بواحد عربي. التجربه الصينيه، الصين لغايه السبعينات واول الثمانينات من القرن الماضي كانت ما زالت في وضع ليس بالجيد بالمره، يعني لغايه 80 كانت الصين، مش عايز اقول لكم يعني، الصين لما قامت الثوره الشيوعيه وحكمها الحزب الشيوعي اول حاجه عملوها، طبعا مش الكلام ده هنا، كانت الناس الشعب كله بمعنى كله بياكل افيون. اول حاجه عملت حزب الشيوعي اللي هو ايه؟ حرب الافيون. الكلام ده كله احنا عارفين واحنا صغيرين خالص، نحن اطفال وشباب لما بدانا نقرا ونعمل طارق، فكان الشعب منتهي مش ممكن يقدر يعمل حاجه، لانك واحد ياخد مخدر بياخد خمر بياخد افيون بياخد اي دراجز، ده اللي ما تقدرش تعتمد عليه في اي حاجه خالص، ولا حتى تحط السيستم هيعمل فيها حاجه. فاول حاجه عملتها ايه؟ الثوره الشيوعيه. عملت ايه؟ كان شيوعيه اكثر من الاسميه يعني الماركسيه، وشيوعيه اكثر من روسيا. النهارده لا دي شيوعيه ولا دي شيوعيه ولا دي اشتراكيه، هم طوروا بقى الكلام. يعني ايه؟ هنتكلم برضه على الصين الديتيل دلوقتي. طيب اول حاجه عملوها كان مش مكتوب هنا بس برضه بيحضرني دلوقتي بتكلم معاكم، ان اول حاجه عملها الحزب الشيوعي قضى على ادمان الشعب الصيني لايه؟ للافيون. ما اعرفش موجود على النت ولا لا، كان احنا صغيرين خالص كان في نت ولا كان في تلفزيون حتى، ما قرينا الكلام ده وعرفناه. فكانت اول حرب اتعملت في الصين على الحرب ضد الافيون. طيب لما قرر الحزب الحاكم انه يعمل نهضه بقى، الكلام ده امتى؟ الكلام ده في السبعينات 1970 يعني 75 76 77 لما قرر الحزب الحاكم انه يعمل نهضه، حتى لذلك تخلفا عن الحادث في العالم التقدم التكنولوجي والثقافي والعلمي، هم طبعا جنب اليابان اكثر ناس شايفين اليابان هم، وهي برضه هي مش مستخبيه، ما يعني كان في حروب كتير قوي ما بين الصين واليابان، فدايما في ايه يعني لما يبقوا يعني الاثنين يعني زي عيلتين بالظبط في فلاحين وممكن يكونوا تناسبوا بعد كده كل حاجه، بس في بينهم تاريخ قديم مش حلو، فتلاقيهم برضو ايه يعني
يعني انا بحبك ولا بقدر على بعدك يعني. فالمهم اول شيء عمله هو الحرب ضد الافيون، فكويس مكتوبه هنا، وهي الخطوه الاولى للنجاح اللي هي ايه؟ تجهيز البشر واعدادهم للعمل وتحسين مستواهم. ما فيش شعب في الدنيا ولا بلد في الدنيا هتنجح النجاح المرجو والمطلوب وان هي تنافس الا اذا اهتمت بالبشر وجهزتهم واعدتهم للعمل وتحسن مستوى. تحسين المستوى مش انا لابس ماركه ولا بغير كل شويه حاجه ولا بلبس مش عارف ايه، لا، المستوى الاخلاقي. واحنا ده احنا الخلق، الخلق والعلم والدين وكم نقول من اخره داخل العالم كله من الشرق الاوسط. ده عندنا احنا منطقه نجد دي مهد الرسالات وختم سيدنا محمد اللي هو الصادق الامين اللي هو نشر العدل في الكره الارضيه كلها من الصين لغايه اسبانيا او لغايه اسبانيا ايامها، واتحكم 700 سنه بمنتهى العدل. فالمهم عندنا الكلام ده في خلقنا، اذا كان حد فينا دلوقتي لسه عنده القيم والخلق ده كله فده من ايه؟ من حضارتنا كلها من اول اخر، اذا كان مسلم او مسيحي او يهودي. يعني انا مش بجامل حد، لا لا لا، يعني قصه يعني ايه؟ ان احنا مهد الاديان ومهد الحضارات ومهد القيم، وانا اتكلم لكم من اول اخر. طيب اول شيء عملوا الحرب ضد الافيون، دي خطوه الاولى نجاح، وقلنا اول خطوه، وهنلاقي دي اول خطوه حصلت في جميع الدول اللي صلحت نفسها. سكت في اليابان اصلا شعب رائع رائع وملتزم، دي حاجه ده اليابان عندهم حاجه اسمها الكاوليك، يعني تروحوا من الشغل بالعافيه، هو بيستمتع بالشغل ودي احلى حاجه. يعني اجمل حاجه ان انت وانت بتشتغل ما بتستمتع بشغلك مش قاعد كل شويه تبص في الساعه وعمل عداد، لا. تجهيز البشر وعدادهم للعمل وتحسين مستواهم. من بعد ذلك بحثوا عن متخصص في الاداره الاستراتيجيه، هو جايبه فين؟ في انجلترا. الحزب الشيوعي عايز يطور نفسه، شايف العمل بتتقدم، طبعا امريكا كانت بدات تتقدم لكن مش تقدم اللي هو اللي بعد التسعينات، امريكا بدات بعد التسعينات بعد الثمانينات يعني بعد ما ديمي رحمه الله، لكن كانت اليابان كانت ماشيه كويس، كانت يعني احنا مش عايز اتكلم عن مصر يعني عشان يلا. فالمهم فايه بدوروا عن احسن متخصص في الاداره الاستراتيجيه، يعني دي دوله الدوله دي عايزه اداره استراتيجيه، فوجدوه فين؟ في انجلترا. طلع بقى ايه؟ عالم عراقي يدرس وبيعمل هناك. العالم العراقي ده عالم مسيحي وراجل من اعظم العلماء. طبعا ناس كتير ما تعرفوش، انما لو دخلت على الانترنت هنحط اتكلمنا عليه دلوقتي، هنبين دلوقتي عمل ايه واظبطهم ازاي. وهو يعني هو الاول ماشيين بقى بكارل ماركس بقى وانجلز ومتاثرين طبعا بكل بقى النظريه الشيوعيه وتطبيقها في روسيا ان هي بدات بعد نقل الصين. فالمهم فهم ايه؟ كان في عالم عراقي بيدرس بيشتغل في انجلترا، عمل المستحيل معاه الحكومه البريطانيه عشان وافقوا ان الدكتور العراقي ده يروح معاهم. تم الكلام ده امتى؟ اواخر سنوات اول الثمانينات. هذا هو الدكتور العراقي الياس كورتيز، رجل اللي المفروض ايه؟ بتمثل من النور، لان هو ده مش انا اللي بقول، هم الصينيين اللي بيقولوا خلاص. وبعدين كل ما كسبه اللي كسبها صرفها على العراقيين اللي اتضروا بالحرب العراقيه اللي عملت الامريكان هناك، كان يعني يتولى الصرف على ناس كتير جدا. المهم خلينا في موضوعنا، اول خطواته كانت ايه؟ هو الاقتصاد بتاعهم كان شيوعي، يقول لك ايه؟ لكل ايه؟ حسب حاجاتي هم كل حسب طاقاته زي ما كنا حافظين زمان. التحول التدريجي الى اقتصاد السوق،
لان اقتصاد الشواء مش اقتصاد سوق، او المركزي او الشوائي مش اقتصاد سوق. فحول الاقتصاد تدريجيا لاقتصاد سوق، يعملها صعبه جدا ولها مشاكل كثيره جدا، لكن هو كان من الحنكه ومن العلم ومن المعرفه ومن التطبيق انه عمل ايه؟ فتح الباب للاستثمارات الاجنبيه وخاصه في مجال الصناعه، عشان نعرف ان ما نكسفش، ما نقولش يعني ما بقاش انا بقى عارف كل حاجه، لا لا، انا راجل هدعي ان انا بتاع اداره، انما في حاجات كتير جدا ما اعرفهاش خلاص، انما ده حقيقه عمل استثمارات اجنبيه وخاصه في مجال الصناعه، لان الصناعه دي هي اساس التطوير دلوقتي. واكثر حاجه الصناعه دي، انا بعتبر المصنع ده اللي بيعمله بيفتح على فيه فلوس او شغال خلاص بقى، يعني ايه برودكشن، غير انك بتعمل بروجكت وشغال بتطوره وبيزيد بتعمله، يعني بعد ما كان حنفيه صغيره بقى ايه حنفيه اكبر، وبعدين بقى مشمول الفلوس زي كل اي صناعه في الدنيا، كتير من صناعه اي حاجه لغايه صناعه الفضاء يعني. وتحدد الخبير العراقي اربع نقاط اساسيه لمشروعه مع حكومه الصين. ايه بقى الاربع نقط الاساسيه؟ عايزني اخلي بالنا منها جدا، لان هم دول الاصل لاي اصلاح. اول حاجه العمل من اجل حكومه نظيفه وامينه ونزيهه. ليه؟ لان اي نظام شيوعي بقى مش شيوعي كان من اول اخره، اللي بيوصل للطب بيبقى له يعني ايه؟ يعني اهداف معينه، يا اما بيحب المنظر يا اما يعني انا ماليش دعوه، انا ما يعني مش الكلام ده خالص. لكن اول نقطه ان ايه؟ يضمن اللي هيشتغل، زي ما كنت بقول لكم من شويه، ان عشان تعمل كام تبقى على راس النظام فوق حد ايه؟ نظيف وفاهم. وهو عمل كده. وتصلح هذا الكلام. بس هم كانوا خلصوا الحرب بتاعت الافيون، وكانت الناس يعني ايه تنصح. هنتكلم. ثانيا تضييق الفجوه الاقتصاديه من شرق وغرب الصين. تبادل الخبرات المتوفره. كان في شرق الصين صناعات كتير او انشطه كتير، وكان اغنى من الغرب على ما اذكر يعني. يعني هم كان في يعني زي ايه؟ زي ما اقول لك الشمال والجنوب، يعني دايما الشمال بتاع اي بلد واخد كل حاجه فيها، والجنوب بيبقى يعني ايه؟ يعني ما يعني مغضوب عليه شويه. فالمهم تضييق الفجوه الاقتصاديه من شرق وغرب الصين بتبادل الخبرات المتوفره. يعني في خبرات مش متوفره هنا في ايه؟ يتبادلوهم مع بعض. طيب نمره ثلاثه العمل على تقليل التضخم بالعمله. ما هو العالم ده مش بمزاجنا، يعني احنا عايشين يعني عندنا كل واحد بيشتغل بعملته، اللي بيشتغل بالدولار بالريال بالجنيه بالليره بالشكل باي حاجه مرتبط بعمله دوليه. في حاجه اسمها تضخم، ان احط فلوسي قدام سنه لسنه يتقل. لو انا انتاجي وعندي فائض و الى اخره، انا قيمه فلوسي بتزيد. لو انا باكل حاجتي ومش قادر اعمل انتاج يزيد عن احتياجاتي، يبقى بس عن التضخم. الحاجه اللي كنت هشتريها السنه دي ب 1000 جنيه السنه الجايه هشتريها ب 1100، يبقى عندي تضخم قد ايه؟ 100 على ال 1000 دول يبقى 10%. يعني موضوع كبير، موضوع يعني اقتصادي وكبير يعني مش مش مش, مش موضوعنا. بس الفكره ايه؟ النقطه الثالثه عايز يقلل التضخم للعمله عشان يحافظ على ايه؟ على على الـ على المستوى الاقتصاد بتاعه في البلد يعني. رابعا قام شخصيا، شوف عشان نعرف يعني من زمان كنا مثلا لما نشوف مثلا كان عندنا محافظ في اسكندريه بيقول له المفروض المحافظ ده يعمل معهد او كليه او مدرسه، الله يمسيه الخير اعتقد لسه عايش، عشان يعلم المحافظين يشتغلوا المحافظين ازاي. قام شخصيا بتدريب الوزراء، بيدرب الوزراء، مش لا ده احنا مش عارف ايه بقى وتكنكوا، لا لا يعيبه، لا يعيب الوزير هو يروح ياخد دوره في اي حاجه، لان كلمه تدريب دي لا تقلل من شان حد. ده واحد ممكن يبقى اقول ايه؟
فعلا وزير. هو انت فاهم يعني ايه وزير؟ يعني انا دلوقتي انا راجل مثلا متخصص في حاجه معينه 50 سنه، ابو 50 سنه يعني دي مش سهله، وانطلب مني حاجه انا ما اعرفهاش، بقيت رئيس هيئه مش عارف ايه. طيب انت عارف رئيس هيئه مش عارف ايه الفارق ما بين المطلوب منك عشان تنجح المكان اللي انت فيه وبين اللي عندك؟ ده لازم يتقاس وتحصل لك تدريب عليه. يعني لا يعيب حد ان هو يتدرب، لا يعيب واحد رئيس مجلس اداره شركه مطلوب منه حاجات معينه مش عارفها يروح يتدرب، يروح يتدرب ويدرس ويدرب ويخلي اللي يدرسه مثلا واحد عنده 30 سنه، لا يعيبه. أقام الشخصين بتأديب الوزراء على الإدارة والقيادة وتعلم الإنجليزية وعلمه إنجليزي، ونقل الوزراء هذه التجربة إلى موظفي إيه؟ الوزارة بتاعته. يعني هو درب، ده على فكرة السيستم ده بتاع التوتال كواليتي، التوتال كواليتي مانجمنت بتطبقها. إن أنت أما تيجي تعمل تريننج مكان لازم تبتدي من فوق، ما ينفعش إن أنا أبقى مدير مثلا والناس اللي تحتي يعرفوا حاجات انا ما اعرفهاش. انا لازم ايه؟ المثل العربي القديم ايه؟ الانسان عدو ما يجهل. فانا لو ما عرفتش السوق عشان كده مدير المشروع، صعوبه الواحد عشان مدير المشروع ايه؟ الموضوع سهل ولذيذ وعلمي مش مشكله خالص خالص يعني. فكرة فين بقى؟ ان انا احس ان انا مثلا انا بشغل تكنيكال اوفيس، بشغل كيو سي، بشغل كونستراكشن، بشغل فاينانس، بشغل مخازن، بشغل كل حاجه، بدير مش بشتغل مش بديرها. فانا لازم ابقى عارف الحاجات دي كلها ظروفها ايه، بيبقى نولج هوريزونتال عارف. انما لا يسمح، وانا قلت لكم قبل كده انا عندي ابن ماسك مدير منطقة كبيرة في بلد من الدول العربية يعني في شركة كبيرة. قلت له اوعى تسمح لنفسك وانت مدير ان يطلع حاجة جديدة والناس اللي تقدر تعرفها وانت ما تعرفهاش. فلازم يبقى ايه على طول مدير المشروع ده او مدير المؤسسة او الوزير او اخو يبقى فاهم كل حاجة ماشية ازاي، وما يضطرش ان هو في لحظة من اللحظات يقف يقول كلام يضحك عليه. يعني انا مثلا مدير مشروع باي مشروع واقف اقول كلام مش فاهمه ولا مش عارفه ولا لا. الدكتور العراقي الياس كورتيس بعد 3 سنوات من بدايه عمله وضع خطه استراتيجيه لكل وزاره، اخذ التجربه الاصلاحيه الاقتصاديه للصين تصل للعين 3 سنين. عشان كده ما حدش يستصغر 3 سنين، ده 3 سنين تعمل كتير. بعد 5 سنوات من عمله استطاعت الصين من بلورة مفهوم اقتصاد السوق الاشتراكي وتحديث تسوية عملية نظرية بين الحفاظ على دور الدولة، لأن النظام الشيوعي ده دولة، اقتصاد دولة، اقتصاد دولة، يعني ما حدش بيعمل أي نشاط أو أي حاجة لإيه؟ جوه إطار الدولة. وعلى فكرة دول كتير ما بتدعيش ان هي اشتراكيه ولا شيوعيه ولا انما التخطيط الاستراتيجي بتاعها لا يسمح انك مثلا تزرع 5 فدادين رز الا ما تاخد تصريح. خلاص؟ فانت لازم الدول عندها دراسه خطط استراتيجيه وايه؟ واي حاجه جوه الخطط الاستراتيجيه ما يطلعش يخرج بره الخطط الاستراتيجيه، لا يتخطاها ولا يقل عنها. خلاص؟ او ياخد جزء من اول باقي عمل البشير يعني. طيب هو عمل ايه؟ خلال 5 سنين استطاعت الصين بلبلة مفهوم اقتصاد السوق الاشتراكي بعد ما كانت شيوعيه واشتراكيه والدوله بتعمل كل حاجه وكان اخره، حصل ايه؟ تسويه عمليه ونظريه الحفاظ على دور الدوله التدخل في الاقتصاد من جهه وخلق فضاءات او جزر اقتصاديه ليبراليه. يعني بقت الدوله عندها وحدات انتاجيه، مصانع في المصرف في الصناعه، مصانع في المزارع، في مزارع في 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 اي حاجه سياحه في الصحيه متعولمه. هي ثالثه عمل كورتيس على ربط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي.
ودي نقطة ثانية أخطر. ما هو لو ما عملش كده مش هينجح. وعشان أنا بقول الكلام ده يعني أنا حبيت أقول الكلام ده، ده عربي بيتكلم عربي متعلم في مدرسة حكومة في العراق مش مولود في لندن. تلك التجربة الحديثة سمحت للصين بالاندماج بدون أن تعاني من السلاسل التي تواكب عجز التحول من الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد المحوي. يعني عادة أنا مش هتكلم على مصر عشان حد يزعل مني ولا أي حد. خلينا نتكلم على روسيا. روسيا كانت دولة رأسمالية أو أيام الإمبراطورات كانت تقول كانت دولة يعني إيه حرة يعني أو اقتصاد حر. جا كارل ماركس مسك بقى إيه الأول ستالين وبعدين لينين المجموعة اللي هي بقى الحزب الشيوعي، حولوا الاقتصاد اللي هو الحر ده إلى اقتصاد إيه؟ شيوعي اللي هو كله تحت مظلة الدولة. خلاص بتحصل بشكل كتير جدا، بيحصل يعني عشان تتحول تغير من حاجه لحاجه بيحصل بشكل كتير جدا جدا جدا، ويبقى في ناس بترفض وناس بتتعدم وناس بتتسجن وناس الحمد لله. انما عبقريه بقى الدكتور الياس كورتيس انه عمل ايه؟ حول اقتصاد الصين اللي هو كان اشتراكي شيوعي او هو تجربه ان اقتصاد الدوله، الدوله اللي بتحكم في كل حاجه على ايه؟ على على ال... على يعني تحررها يبقى عنده كل الناس منتجه كل الناس منتجه. وهنقرا كلام دلوقتي انا بس والحاجه دلوقتي برضو انا سنه 81 82 كان في كان عندي مدير مشروع كان في لوكسمبور اوروبي يعني وكده كان بيشتغل معايا كان مدير مشروع الفندق اللي كنا بنعمله. راح الصين زياره بتاع ورجع تاني. احنا ايام ما كنا لسه في الايه ان عارفين الصين وروسيا دول شيوعيه. فلما جاء بقى وقعد معايا وتقال لي انسى، قال لي المواضيع ما بقتش اختلفت تماما. والصين ده كان 81 82، قال لي بقى مش بعد كده الصين داخله بعمق وبقوه. ده في الاول بقى كان لسه في الاول الايام ما كان راي يذكر كورتيس بدا يشتغل. فالمهم ربط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي وتلك التجربه الحديثه سمحت الصين بالاندماج بدون ان تعاني من الزلازل التي تتوجب على التحول من اقتصاد مغلق الى اقتصاد متعاون. لما بحول بقى من المغلق للمتعاون برضه زي ما اقول لك ايه نعمل اقتصاد انفتاح. ممكن بودين تبوظ منك ودي تخش لاي نتائج. انما ان انت يبقى عندك ده وتحول اقتصاد متعاون عاولم بقى ويبقى ظبطت البالانس مظبوط الراجل ده نجح فيه. بدا كوركيس في الاصلاح في المناطق الريفيه. بدأ منين؟ في التفكير الأسر المنتجة بقى والكلام ده كله. يعني عشان تحول شعب من أنه يبقى في يونجي إلى كل إنسان فيه منتج، يبقى لما الصين تزيد كل سنة 150 مليون ما يقولش أنا لا. المبدأ اللي اتعمل إن أي واحد موجود بينتج بيض، بينتج لبن، بينتج دقيق، بينتج الغطا 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 غطا علبه او غطا قلم او غطا اي حاجه، المهم بينتج اشتغل. والمبدا اللي في الصين عشان كده ما نجح. لك الانسان بيتولد ببق لكن بيشتغل عنده ايدين، فبيشتغل بينتج اكثر من اللي هياخد. المهم بدا كويس اصلاح في المناطق الريفيه بتشيل نظام الاسر المنتجه. شو الأسر المنتجة جت منين؟ ثم واصل عمل الإصلاح في البلاد وطال الإصلاح قطاع الصناعة الذي استمرت الصين في قطاع الاقتصادي وساعد البروفيسور العراقي الصين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. اتكلموا على منظمة التجارة العالمية اللي هي الإيه؟ اللي هي الجات الجات والجاتس. خلاص؟ طيب يقول لي كانكا ده اكيد صيني يعني الاستاذ في جامعه بكين، كانت الرشوه والسرقه متفشيه في الدوائر الحكوميه عادي. ما حدش بقى يقول ايه يعني قطعا مش زينا. يعني احنا عندنا ناس بتتقي الله برضه ونص يعني. انما دي كانت تفشي. عشان كده انا اللي بقول لكم عشان بقول لك ايه مصر تستطيع. عندنا فساد عندنا وناتج من السنين اللي عشناها غلط، لكن نقدر النهارده كل ده يتحل.
احنا بنبص لتجارب الناس التانيه مش عشان نشتمهم او نسألهم، عشان نتعلم ممكن يحصل ايه. فيقول لي كانتا الاستاذ جمال بكين كانت الرشوه والسرقه متفشيه في الدوله الحكوميه. يعني مش يعني ملائكه، لا، لكن قرار حكيم من مستشار التنموي للصين بروفيسور كوركيس ادى الى زياده دخل الموظف كلما زاد حجم الانتاج. يعني انت معمول لك انتاج، يعني لو واحد في مثلا في هيئه البريد عنده كل يوم مثلا بيصدر او بيعمل مثلا ايه 100 رساله، بقى 120، زاد انتاجه يبقى يزيد المبيعات وياخد نسبه من الربح تذهب للموظف والعامل والمدير. وهذا ما جعل الجميع يفكر بزياده الانتاج من اجل زياده ارباحهم الماليه وتنميه ثرواتهم الفرديه وما اثر الحيوي على المجتمع، وجعل الحكومه الصينيه تنجح في تحقيق التنميه الاستراتيجيه وقضى على الرشوه والسرقه تدريجيا. يعني القضاء على الرشوه والفساد مش معجزه، ادي راجل بطوله بس الناس اللي هناك عايزين يصلحوا. ما اقدرش اقول اكتر من كده. وان فينال زي ما بيقول فرنساوي. وانا اهو ده كان كنت بقول لكم دلوقتي سمعت عارف بنفسي، انا ذاك مدير مشروع اوروبي كان بيعمل معايا في مصر وزار الصين وعنده في البلد نظرني واخبرني ان الصين تغيرت تماما وتزيد بقطع علميه وثابته وتقنع نحو خيره العلوم والتكنولوجيا، وان موضوع قواعد الشيوعيه قد قاموا بتغييرها تغييرا جوهريا واصبح النظام مختلفا ومتطورا، وهي الان تقود العالم كله اقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا وصناعيا. وهذا الاحساس احنا كلنا ما حسيناش بيه الا بعد ما الكورونا اللي فضحت الصين، انما الصين عملت مشروعات، عندهم مشروع بتاع اسمه طريق الحديد على ما اعتقد، انا مش عارف جسر ما بينها وما بين باكستان مش عارف طوله مش عارف 900 كيلو في الهواء، في الهواء يعني يعني حاجه مش طبيعيه، يعني بيعملوا حاجات انبليفبل وعملوها. احنا بنتكلم الكلام دلوقتي دي خلاص قاعدين فاضيين يعني احنا قاعدين فاضيين بقى وبنقرا وبنسمع، انما انا لما اكون اتخيل هذا الكلام كله انا مش شايف حاجات دلوقتي الصين بتعملها وعاملاها انا ما بنصدقهاش. واللي كان قدامنا بس كوكب واليابان ماشيه طبعا فل، لكن طبعا احنا نستطيع، قلنا في الاول نستطيع. هل الكلام اللي احنا بنقوله ده فيه معجزه؟ نزل لهم ملائكه من السماء ضربوا حد بالنار موتوا حد؟ لا، الاداره العلميه، الاداره العلميه، الاداره العلميه. التجربه البرازيليه دي اخر تجربه هناخدها بالتفصيل لانها برضه من التجارب اللي هي قريبه مننا مش بعيد عننا. برازيل يعني ادي جنوب اللي هي امريكا الجنوبيه، ادي البرازيل اهي دي كلها الشرقيه كان هو اللي اخرها، حاجه صغيره قدام فرنش غينيا هنا، وهنا بيرو بقى بوليفيا يعني المهم مساحه كبيره قوي. البرازيل فين؟ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في امريكا الجنوبيه. طيب في البرازيل حصل ازاي بقى؟ البرازيل سنة 2002 كان ده احنا عارفينه من زمان، البنك الدولي كان هيحجز عليها خلاص هيبيعها او هيأجرها مفروشة بقى يعني عليها فلوس البنك الدولي ومش عارفة تسدد، فكان خلاص هيحط ايده وهيشتغل. بدأ البنك الدولي في إجراءات الحجز عليها لسداد الديون. في عام 2003 انتخبت البرازيل واحد اسمه ايه؟ لولا دي سيلفا. حيبان. هم بيقولوا عليه انه كان ماسح احذيه. هو كان راجل فعلا من بيئه فقيره جدا وبعد حياته صغير جدا. انما هنشوف دلوقتي عمل ايه في البرازيل. ولما بقى رئيس حكومه عمل ايه؟ وبرده اخذ في ظهره، حصل معاه مشاكل بعد كده ما جبتش سيره الكلام ده دلوقتي، لكن هو بيرسونالي اتظلم، بس دي مش دي القضيه. فالمهم 2003 يناير 2003 حاجه زي كده مسك البرازيل،
اعطيها 8 سنين. المهم خلال 4 سنوات استطاع دي سيلفا ان يقود البرازيل وسدد كل المديونيات. 4 سنين سدد كل المبالغ اللي عليها اللي كانت البرازيل كلها هتتباع سنه مليارات. طب ناخد دي كمان؟ بس مش في 2011. اعتقد بعد ال4 سنين دول البنك الدولي اقترض من البرازيل فلوس اللي كان هيبيعها، اعتقد اقترض منها مبلغ، ده رقم مش متاكد بالظبط لان حاجات احنا عارفينها من زمان، انا مش فاكر يعني 12 مليار 8 مليار حاجه كده، لكن المؤكد ان البنك الدولي بعد ما كان هيبيع البرازيل لا اقترض منها. وده 2008، ده بعد 5 سنين يعني، ده 2003 او مسك سيلفا 2008. الموضوع عمل ايه بقى في الـ5 سنوات دي سيلفا؟ وهنتكلم عليه دلوقتي اعتقد في شويه ديتيلز كده. ركز على الصناعه، كلام ابسط مما يتخيله اي انسان عشان انجح. ابص على حاجات انتاجيه، صناعه، تعدين، زراعه، التعليم، صناعه، تعدين، زراعه، حاجات المنتجة، وأهم حاجة إيه؟ التعليم. الإنسان اللي يعمل ده كله، لأن أي تطور أي تحسين بيحصل بالإنسان ولا الإنسان. أنا ممكن يعني أخلي يعني مشروعات نطلع القمر، وأنا والناس مش مستوعبة مين اللي هيديني الكلام ده كله. خلاص؟ وأهم حاجة من ده كله إيه؟ العدل. العدل. انا مش عارف كاتب الكلام ده بعد كده ولا لا، يعني ما ظلمش حد، لا ظلم المستثمرين ولا ظلم الناس في الغلاب، يعني رفع ده وخلاه يشتغل وجاب ده وخلاه يستثمر وعافاه من ضرائبه والى اخره. ما حدث بعد ذلك يحتاج الى دراسه مفصله، بقول لكم على اللي قلت بعد كده يعني ايه. قطعا اللي بيصلح بلده واللي بيعمل كام ده كله لاخره في قوه معينه، مش هنتكلم عليه واحد بس دلوقتي، بتبقى كانت مستفيده اللي كانت مستفيده من الديون مسيب كم الخراب ده كله والاخر. طبعا اي واحد المصلح زي ما حصل مع ماليزيا بتبقى يعني بتبقى القوه الشر بتبقى متغاظه وعادة تعمل له اي حاجه يعني. الموضوع قطع له ابعاد سياسيه واداريه الناس فيها بقى اللي حصل بعد كده. طيب لويس ايناسيو لولا دي سيلفا مسك رئيس البرازيل في 1 يناير 2003 لغاية 1 يناير 2011، مدتين. بعد المدتين قال لهم لا السلام عليكم، ده الرئيس رقم 35 في ايه؟ في البرازيل. تم انتخاب لولا دي سيلفا رئيس البرازيل في شهر اكتوبر 2002 بعد ان حصل على اكثر من 51 مليون صوت 62% من اجمالي عدد الاصوات، ليصبح لولا دي سيلفا اول رئيس يساري. يساري تحت تحتها 100 خط، يساري ده المفروض ان هو شيوعي، بس القواعد دي كانت ايامنا كانت جامده شويه يعني. يعني اول ما طلع الكلام ده في الخمسينات والستينات هنا حتى كان ايه، كنا دايما يعني كان في كنا اللي احنا يعني احنا كنا مسلمين عادي يعني، بدأنا اشتراكيين كده يعني مع الشخصية مسلمة يعني، وكان في شيوعيين وكان في كل حاجة ويعني كل خلاص. ف يساري بتاعنا عموما اللي هو بيتجه ناحية اليسار، ناحية الاشتراكية والشيوعية والحاجات دي، انما هو ما هو لو الشيوعي ما كانش عمل كده، وبعدين على 2000 في الالفينات كانت خلصت خلاص، الكلام ده كله كان خلص، كان انتهى، كانت خلاص الدنيا اتعرفت ان الشيوعيه دي نوع من انواع الغباء اللي حصل في العالم يعني. المهم حصل 51 مليون صوت من اجمالي عدد الاصوات، دول سيلفا اول رئيس يساري منتخب منذ انشاء مثل البرازيل في 15 نوفمبر 89، يعني من 89 لغايه 2002 هو رقم 35 وايه واول رئيس يساري. كلهم كانوا يميني يعني بتوع رأسمالية بقى واستثمارات وكل حاجة مفتوحة والاستفادة السيباسي والكلام ده كله الأول والآخر بتاع إيه؟ نظام الرأسمالي. وعلى فكرة النظام الرأسمالي مش وحش خلي بالنا،
بس هو ده اتعمل صح وده اتعمل صح. نظام الشيوعي اتنقل على عينه في لما اتطبق في دول معينه بغباء يعني، يعني ده صح وده صح، ده جزئيه. يعني احسن نظام اتنفذ في العالم كله، انا بقوله مش انا مش نظام الاسلامي، لما كان صح ما كان عادي، لما كانش لما كان اللي بيطبقوه فعلا عايزين ينجحوه. بس ده مش دي القصه والقضيه دلوقتي. في عام 2006 لم يحصل لولد سيلفا على اغلبيه الاصوات اللي هو عم عمل المده الاولانيه بتاعته في دوره التصويت الاولى الانتخاب، فاز في الدوره الثانيه وبذلك حصل سيلفا على فتره الولايه الثانيه. لامتى؟ 2006، بعد ان حقق فوز بنسبه 60% من مالي اصوات الناخبين، وظل لولا دي سيلفا مصر رئيس حتى 1 يناير كام؟ 2011. يبقى هو من 1 2003 هو ايه؟ طيب بعد ان انتهت فترته الرئاسيه، قال هو لا يمكن تعديل الدستور ليتمكن من رشح المره الثالثه. وفي تصريح للرئيس لولا دي سيلفا لمجله برازيليه صرح قائلا، الكلام ده مش كاتبه على فكره، ده انا واخد كوبي بيست، خلي بالكم. نضلت قبل 20 سنة ودخلت السجن لمنع الرؤساء من أن يبقوا في الحكم أطول من المدة القانونية. يعني هو كان يساري، اليساري ده اللي هو اشتراكي شيوعي، يعني إيه ضد يعني الجهة المقابلة لليمين، اليمين ده بقى اللي هو إيه السوق الحر بقى والسيفر سيفاسيه وكلام ده من أفضل. طيب هو قعد 20 سنة يناضل عشان ايه؟ دخلت سجن المنع عشان ما اقعدش في حكم اكثر من مرتين. فانا لا يمكن طبعا اسمع نفسي ان انا اي اقعد كده. فدي ايه؟ طيب. في تجارب مختلفه، خلاص احنا كده اتكلمنا وقلنا، وعشان قلنا ليه؟ عشان نعرف ان يعني ايه مفيش معجزه. الدول اللي اتكلمنا عليها دي كلها احنا دلوقتي موقفنا احسن منها مليون مره. ينقصنا يعني حاجات بسيطه جدا. ينقصنا يعني تغييرات كاركترستكس بتاعت البشر. اما بقى لينا خطه استراتيجيه ماشيين عليها كلنا مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، بنحب بعض، بنحب بلدنا، عايزين نوصل. ما يبقاش كل واحد في سكه، ما يبقاش كل واحد بيقطع هدوم الثاني عشان الاهلي والزمالك ولا علشان الممثل الفلاني والممثله الفلانيه. لا لا لا، احنا حياتنا ايه؟ تاخد. انا مش ضد الهزار ولا ضد الضحك ولا ضد الحياه ولا ضد اي حاجه، لا. يعني قصدي ان في الاساس بتاعنا ان احنا لان اهداف متفقين كلنا ان احنا هنعملها وهنظبطها كل حاجه. طيب احنا المانيا واليابان عملوا نفس الموضوع في الستينات، بداوا ووصلوا. الشعب الالماني ده شعب مالوش زي، قصصه لا تنتهي، كاركتيرستكس بتاعته مختلفه تماما، ناس جادين جدا وحقيقه يعني. كل دول شرق اسيا، الصين وماليزيا وغيرها في الثمانينات، الهند بدات في التسعينات، خلي الهند بدات متاخر. يعني الهند دي كانت على فكره الدوله نمره واحد في العالم. يعني في القرن ال 18 اعتقد لما الانجليز راحوا احتلوها، بعثوا الناس الاول، بعثوا لجنه الاول عشان يعني تتقصى كده يعني جاهز ايه. اللجنه دي لما رجعت انجلترا قالوا لهم هذا البلد مش ممكن تحتلوه. البلد ماشي كويس جدا، واقتصاده كويس جدا، الشعب بيحب بعضه جدا، الاختلافات الدينيه لا تؤثر في اي حد، في المسلم في البوذي في المسيحي في اليهود، ما فيش يعني مجتمع كان متكامل، ما فيش في اي تقطيع. وراح طبعا البريتش دول ملوك التفرقه وملوك طبعا مش هم كشعب، لا الشعب غلبان. المهم راحوا بداوا يشتغلوا بسياسه ايه؟ فرق تسد، وبدا يوقعوا ما بين الهندوسي وما بين المسلم وما بين المسيحي وما بين في حاجه اسلاميه كده هناك كانت اللي هي اسمه ايه ده، ميرزا غلام احمد، كان عمل حاجه كده اسمها ايه كده يعني. المهم يعني فبداوا ايه يقطعوهم في بعض لغايه ما ايه ما عرفوا يحتلوا الهند، وبقت الهند حته من ايه يعني البقر الحلوب بتاعت الامبراطوريه الايه البريطانيه. المهم الهند في العصر الحديث جنب الحضاره هناك، جنب اليابان وجنب الناس الحضارة دي، فبدات في التسعينات اصبحت الان القوه الثالثه في العالم. يعني الصين وامريكا نمبر 1 و2 بصرف النظر بقى احط ايه 1 وايه 2. انا رايي الصين طبعا نمبر 1، بس مش قصه انا برايي ده مش انا مش يعني
مش بحكم على العالم، لا بس انا بتكلم على اللي انا شايفه. القوة الثالثة الهند، الهند بقت يعني قوية جدا. نفس النهج وخط السير تتبعه ايه؟ اثيوبيا دلوقتي. اثيوبيا احنا بنشتم فيها ونتكلم فيها وبعدين نقول مش عارف ايه ودول ايه ودول ايه، انما ماشي عارف هي ماشيه ازاي وبتعمل ايه، وما نقعدش نتريق بقى ده مش عارف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، لا ده وقع حته وقع حته وقع ده السد وقع، لا ده مش عارف ايه ده يعني، لا يعني ما نقعدش نشغل اللي هم يعني يعني لا لازم نعرف يعني اعدائنا بيعملوا ايه. طبعا لازم نعرف نتصرف كويس قوي، نعرف يعني ما انا لا بحب السياسه ولا بحب اتكلم فيها ولا عايز اعرف عن حد. انا اللي يهمني مصر ترجع لقياده العالم زي ما كانت، وان احنا بلقائنا النهارده بنقول نستطيع راسنا براس اليابان وراسنا براس الصين وراس براس اي حته بالعالم ورواندا ودول اخرى كثيره، وبدات في 2015 يعني الدول دي باديه قريب مش من زمان. هنا نوصل بقى ايه الملخص اللي احنا عايزينه، ايه الخطه المقترحه لاعداد الانسان المصري، وده الهدف من كل الكلام اللي بنقوله. يعني احنا دلوقتي الكلام اللي احنا شفناه واقتنعنا بيه ان احنا كمصريين ما فيش حد احسن مننا ولا احنا احسن من حد، عشان برضه ايه ما حدش يفتكر ان احنا يعني ايه بنتغرى ولا بندي نفسنا اكتر من حقنا او الى اخره، لا ما فيش حد حد احسن من حد. ده واحد، يا اما واحد بينتهج اسلوب علمي بينتج يعني اداره علميه، يا واحد عايز يفضل يعني ايه يعني كده اهو خلاص يقول لك ايه سيبها على الله، زي ما قلنا ربنا ما قالناش خططه ولا يعني الدعوه الى قامت الساعه وفايد عادك في سنه او استطاع غير سنه غير سنه، وكل بتتحاسب على كل خطوه على كل كلمه على كل حركه وعلى كل حاجه هنتحاسب عليها. فيعني ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي مش عشان نتكلم على حد ولا نقول ان احسن نوع، لا نحن نستطيع، ونحن نستطيع بالإدارة العلمية وبالتفكير العلمي وبالنهج العلمي وبالجدية. وبعد احنا شفنا اهو ادي التجارب اللي اتكلمنا عليها، اتكلمنا عن الصين، اتكلمنا عن اليابان، اتكلمنا عن امريكا مش كده، اتكلمنا عن ايه تاني، عن برازيل، وعلى فكرة دول كتير جدا بالشكل ده يعني 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 مش يعني ده هتلاقي في الاخر هي في النهايه الكونسبت واحد، ازاي تصلح بلد او تصلح مكان. طيب احنا طولنا قوي 17، ايه الوقت اللي بيجري ده؟ مش متخيل ان اللقاء هياخد كلها. طيب النقطه الاولى الانسان المصري والذي يتطور يحتاج الى ثلاث عوامل. الخطه المقترحه بقى تحبوا تاخدوا راحه ولا حاجه يا باشمهندس احمد؟ باشمهندس احمد باشمهندس ياسين حد موجود معانا؟ ايوه دكتور. تحبوا راحه ولا حاجه ولا ايه؟ شوف الناس لو يا جماعه عايزين راحه ممكن تبعتوا في الشات، لو عايزين نكمل نكمل. هو ما فاضلش كتير الحقيقه، وهنفتح كل ال 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 المايكات بعد كده، هنتكلم مع بعض نتكلم مع بعض في الاخر يعني شويه. بس دي بقى ايه، دي الخلاصه بقى بتاعت ايه المواضيع كلها. فايه رايكم؟ هو الغالبية بتقول نكمل يا دكتور. طيب اتس اوكي. يبقى الخطة بقى المقترحة لإعداد الإنسان المصري بقى أسواق العمل المحلية والدولية. احنا كل اللي كلام قلناه اللي فات ده كله أخره عشان نثبت إن احنا نستطيع ونقدر ونقدر نقود. فالنقطة الأولى إيه؟ الإنسان المصري والذي يريد التطور والنجاح يحتاج لإيه؟ لثلاث عوامل. خلاص؟ أول حاجة إتقان اللغة الإنجليزية، وأديكوا شفتوا في الصين لما الراجل العالم العراقي عمل ايه؟ علمهم اللغه الانجليزيه. ليه؟ لان انا مش هضحك على نفسي، مش هضحك على نفسي ان اقضي على العلوم وتطورها من الشرق للغرب للشمال للجنوب باللغه الانجليزيه، فانا ما اعملش فيها بقى ايه؟ يعني ان انا يعني ان انا اما اذاكر اما هحفظ اما هدرس انجليزي هبقى يعني راجل مش كومي فو يعني، لا اعرف انجليزي واعرف فرنسي واعرف الماني واعرف اي حاجه. طيب اتقان اللغه الاجنبيه عايزه سنتين تركيز، يعني اللي ما يعرفش سنتين تركيز، مش تركيز على لوحدها لا، يعني ايه في اعتقد في 12 ليفلز عموما. بتكلم على ليفلز يعني في ناس بتقول الوقت الانجليش مدارس كتير بتطلع يعني دعوه لو قلنا يعني
مش برضو يعني حاجات من الحاجات التانية يعني. فالمهم فأهم حاجة اللي هي اللانجوج. مهم جدا الإنسان بعد تخرجه وعمله كفني متخصص في 4 سنوات أن يدرس الإدارة العلمية والعملية ويمارس كما سمعت دي أكبر منه حتى تطلع العلم بين عام وزيك هذا نفسه على أول طريق. فدول إيه الثلاث حاجات احنا على فكرة كنا في الحاجات دي كتير برضو بحب إن أنا أكررها. يعني أول حاجة الإنجلش. أنا في فرنش على فكرة الإنجلش مش زي ده لغة ثالثة. يعني مش لغتي لكن أنا بنتمحك. خلاص؟ فأنت الإنجلش يبقى اللي لحق وسمع الكلام من بدري وبدأ يركز وبدأ يعمل ماشي، اللي ما لحقش يلحق. قدامنا شهرين ثلاثة لسه كمان عشان إيه نوصل لل 22. مهم جدا إحنا نقول إيه بعد 3 4 سنين هيبقى يا سيدي مدير موقع. يعني إيه مدير موقع؟ يعني مهندس هيبقى مسؤول عن شوية مهندسين، يعني هيدير. يعني إيه يدير بقى؟ يفهم بقى كلام ده كله، وهذا موجود دلوقتي على اليوتيوب، وده بقى يعني ايه ريفرنس موجود للي عايز يدخل. وانا بقترح ادخلوا تاني وابتدوا راجعوا وكل الحاجات دي تاني كويس، ان في وسيله دلوقتي عامه. زمان احنا كنا بندوق نقعد الكتاب نملاه بايدينا، لكن دلوقتي بقى الحاجات دلوقتي ايه هتدوس على الزر اللي انت عايزه هيجيلك. نمره 3 التحسين المستمر لمقدرات الانسان الاداريه والفنيه والخصوصيه. ومهما كبر في السن لابد ان يستمر في العمل والاطلاع والدراسه، لان يعني سرعه التطور اصبحت كل يوم بل كل ساعه. اوعى حد يتوقف عن الدراسه، مش في الاداره بس، في كل يعني ما تسيبش حاجه تطلع في الكارير بتاعك وانت غايب عن ذهنك ما تعرفهاش. لا انت مش متخصص فيها بس انت تبقى عارف. خلاص؟ اي ان الانسان يجب ينبغي ان يعمل لنفسه خطه استراتيجيه لتحقيق اهدافه بنجاح. انا بذكر واحنا شباب، وبعد ما قلت ده قبل كده، او مش انا بس، مش حاجه خاصه بيا، احنا كلنا كنا يعني ايه ما بتاع في عيد ميلادنا بنبقى عاملين ايه؟ بنقول النادي اللي قبله كاتبين انا السنه دي مثلا عايز اتعلم لغه كذا واعمل كذا واقرا كذا واقرا كذا واقرا كذا واقرا كذا وادرس كذا واروح الفسحه الفلانيه واعمل كذا. عاملين خطه كده للسنه يعني، دي حقيقه، ده مش كلام ولا هو ولا ما كانش موجود في كتاب. احنا كنا بنعمل كده. السنه اللي وراها بقى في عيد الميلاد بنقعد نحاسب نفسنا بقى انا عملت ايه وما عملتش ايه فاضل ايه، ونعمل بقى الايه الكلام بتاع السنه اللي وراها. هنقول الثلاث حاجات دول من زمان: اتقان اللغه، نمره 2 بعد 3 4 سنين يبقى فاهم يعني ايه اداره. اليوتيوب مليان وكثر خير، والله يبارك له المهندس محمود معتز والمهندس احمد طبعا والمهندس عمر والسبعه كانوا من اخره. والتحسين المستمر، لا نتغرر، قلنا لا نتغرر بعلم ولا بمركز ولا بفلوس ولا باي حاجه، ونكمل نستمر في نفسنا. طيب من المهم جدا ان ننتاج الانسان منظومه من القيم، اذا نفذها فسينجح في كافه اموره وحياته بمشيئه الله تعالى. تترخص في 12 نقطه. خلي بالك القيم دي عندنا كلنا، خلي بالك، بس احنا لازم نتمسك بيها. ده احنا برضه احنا ما بنديش تنميه بشريه، مش هقول لكم اعمل كده وسقف واعمل كده وبتاع، لا انا بتكلم كلام بص فيه فكر فيه واقراه تاني وتالت وقدامك. يعني دي الميزه دلوقتي في اليوتيوبات وخليها موجوده، هدوس على الله هتطلع. اول نقطه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. دي في منتهى الأهمية. وأنا أذكر وأعتقد أني حكيت لكم مرة قبل كده إن كان في دورة كواليتي مانجمنت في التسعينات، وجماعة أصدقائنا راحوا أمريكا عشان ياخدوها. فأما أحضروا كده محاضرة ولا اتنين، فواحد راح رفع إيده وقال له إحنا عندنا في الإسلام كذا كذا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. شرحها له، قال له اكتبها لي بقى بالعربي وبالانجلش، وحطها قال لهم ده الميشن او التارجت بتاع الدوره اللي احنا هنعملها. مش مفهوم الاتقان، لان الجوده دي احنا بنترجمها لها ايه كواليتي، لا الجوده هي الاتقان، يعني علم الاتقان. ان انا يا ما بقول ايه بلان دو تشيك اكت، مش كده؟ بلان
لو انا اتقنت وعملت الدو صح مش هلاقي حاجه. يبقى انا اتقنت فما عنديش لما اعمل تشك هيبقوا زي بعض. يبقى لو انا وصلت للاتقان خلاص الدنيا هتبقى ماشيه مسلسل لوحدها. فدي اول نقطه في ايه؟ في المنظومه اللي المفروض ننتهجها عشان ننجح في كافه الامور. نقطه ثانيه، نعمل في حياتنا كفريق واحد وغايه واحده. انا في اسرتي مع زوجتي مع اولادي كل واحد له دور في اسرتي في 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 في, في اي حته في مشروعي في شركتي كل واحد له دور، والدور بتاعه لا يزود لا يقلل من شأنه ولا يرفع من شأنه. والكلام اللي بنقوله دايما اخواننا، الساعي اللي بيعمل قهوه الشاي وبيجيبها، الكويس اللي بيتميز احسن من مدير عام وحش. يعني الساعي اللي بيجيب لها فنجان قهوه كده مع كوبايه الميه المصبره الجميله وكل واحد على الطبق صغير بتاعها وعلى صينيه نظيفه وفوطه وجايه كده بابتسامه ولابس كده حلو احسن من المدير عام مزود قشتك. فيعني ايه؟ ما فيش يعني فريق واحد كل واحد عارف دوره. المهندس الصغير له دوره وله احترامه له يعني ايه تقييمه له كل حاجه له ما له وعلم عليه. خلوا الاستاجار القوي الامين. اما اجي يعني انا اشتغل انا القوي الامين عشان ايه؟ استئجاري او انا مسؤول كمدير بجيب القوي الامين. القوي ايه؟ القوي مش عضلات، القوي في المجال اللي انا طالبه فيه. طيب المتعاملون معنا شركاؤنا في التطوير. بمعنى ايه؟ انا شركه مقاولات، عندي مقاولين باطن، عندي موردين، عندي اي حد، هدول ايه؟ بيبقى شريك معانا في التطوير. التحسين المستمر والتغيير نحو الافضل. ان انا ما اقفش في مكاني، ما اقفش في مكاني، دايما في خطه في رؤيه، ما اسيبش حاجه تفوتني. ما عندي برنامج لنفسي ان انا ايه كل يوم بحسن من نفسي. التنميه تبدا وتنتهي بالانسان، الكلام اللي بقوله من شويه، يعني انت ابني واعمل واعمل كل حاجه باول اخرها، والناس اللي عندك او اللي عندك في في في, في الشركه بتاعتك او الى اخره مكتئبين وحالهم بالبلة ومش حاسين بحاجة، أو أنت مثلا عامل فيها إمبراطور أو عامل فيها اللي مفيش منه وبتزعق وبتشخط ده تبتدأ بالإنسان وتنتهي بالإنسان. الإنسان هو اللي بيشتغل والإنسان هو بيتمتع بالنتائج. لو الإنسان اشتغل كويس هتطلع نتائج كويسة، وده بيجي بإيه؟ بقيادات كويسة. طيب وبالنظام كويس، احنا قلنا قيادات ونظامات اثنين يكونوا موجودين. انجاز المهام الصحيحه بالطريقه الصحيحه من المره الاولى. يعني ده شغل كواليتي بقى. لان في حاجه اسمها الايه؟ يعني انا عملت الحاجه مش محتاج ان انا اكسرها او اشطفها او احددها او اشيلها واعملها تاني او اهدها. لا، انت من الاول خالص تعمل حاجه بالطريقه الصحيحه ومن المره الاولى. يبقى انت ايه؟ لو حط حاجه كده في حاجه تطلع حاجه اسمها ايه؟ كوست اوف باد كواليتي. تكلفك بقى ان انت تكسرها او تصلحها او الى اخره، واللي يطلع منها تشيله وترميه، ويبقى انت ايه؟ قص بقى كواليتي بيتكلم اكتر بكتير. طيب كم بقيه النقاط بتاعتنا؟ نتقدم حتى لا نتقادم، نتاخر عن الجميع. اللي بيقف في مكانه ما هوش واقف في مكانه. اللي واقف في مكانه ده بيتاخر، لان الدنيا بتتطور كل يوم. مش كل يوم، كل ساعه. نتبنى المبادرات الابداعيه ونقدر المبدعين. انا لما ببقى في فريق، انا مدير مشروع او مدير شركه او الى اخره، ومعايا واحد يعني كمبيوتر وايز مثلا ممتاز، ما هاجموش، بالعكس انا افرح بيه. معايا واحد ستراكشر انجينير عبقري افرح بيه. يعني معايا واحد اراءه مثلا اداريه والى اخره، نفرح بالمبادرات الابداعيه ونقدر المبدعين. مش احاربه ولا اداري عليه ولا اقول ده وحش ولا هاجمه، لا، انا قوتي كمدير او كمدير مشروع بالناس بتوعي الناس الناس اللي معايا. وما فيش حاجه اسمها ده صغير ده مش، لا لا ابدا. الالتزام بالمعايير المهنيه والاخلاقيه الافكس. يعني مش حاجه اسمها يعني مثلا ايه ده مش عارف ده صغير، لا ده مش عارف ايه، لا ده فاهم، لا ده مش عارف، لا ده اصل بيعرج، لا مش عارف. في معايير مهنيه اخلاقيه.
لا نزعم الكمال، دي كلمة كويسة، ولكننا نسعى إلى تحقيقه. محدش يدعي إن هو كامل، إنما بنحاول نعمل إيه؟ نمشي في اتجاهنا عشان نحاول نصل للكمال. طبعا ما حدش يوصل للكمال، لكن نوصل له ونبتدي نعمل تاني. ده مش اوصل كمان بقى، انا بدات اهو وبقيت باشا وبتاع، لا 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 لا، مفيش باشوات، مفيش حد يقول ده انا وصلت، ولا ده انا بقيت بقى اللي انا اللي فاهم كل حاجه، ولا ده انا الدكتور وانا المهندس وانا الصيدلي وانا الفيلسوف وانا الكاتب وانا الموسيقار وانا المؤلف وانا المرح. لا لا، كل واحد عارف هو فين. الشفافيه في العمل في كافه امورنا، ودي من اهم الحاجات، ده اول كي بيرفورمنس انديكيتورز لاي حته تعرف هتنجح ولا هتفشل. لو دخلت في مكان لقيت ما فيش شفافيه، تلاقي مثلا ايه، مثلا مدير عام الشركه معاه واحد ولا اثنين، يقعد من كل واحد شويه، وبعدين واحد مش عارف مع مين، والمدير يعني في نوع من الايه التغميض واللغوشه، وما فيش شفافيه. المفروض ما فيش حاجه اسمها، طبعا في حاجات بتبقى اسرار، يعني حاجه كوست كنترول، ده موضوع ما بيتعامل باللغه زي ما قلنا لكم قبل كده. الشركه الكوري بتعمل كوست كنترول بالكوري، الشركه الفرنسيه بتعمل كوست كنترول بالفرنساوي، الشركه الصيني بتعمل كوست كنترول. الكوست كنترول بالذات بالنسبه للمشروعات هو الحاجه الوحيده، مش عارف ما فيهوش شفافيه، لا فيش شفافيه للناس المسؤوله عنه، بس ما ينفعش تتنشر عشان ما ياثرش بالسلب الإجابة على ايه اللي عندي. النقطه الثانيه بقى، احنا كنا الاولانيه بنتكلم على ثلاث حاجات اللي محتاجها الانسان، والثانيه النظام والبيئه اللي يعمل فيها الانسان، كنا بنتكلم عليها. هذه امور خارج نطاق قدره الانسان، لكن لازم يضع بالاعتبار اثناء مرحله التخطيط، وانا بخطط لحياتي وبخطط لاعداد نفسي، جوده التعليم ومواد التطور ومكافاه سوق العمل، سوق العمل واحتياجه للتقنيات تتطور بسرعه. فدي ايه؟ يعني مش ده شغل عام، يعني جودة التعليم دي، وانا مش حد جودة التعليم بتاعتي، او كان بقى على جودة تعليم ولادي او بتاع الناس بتشتغل معايا والى اخره. سوق العمل واحتياجاته للتقلبات، التقنيات تتطور بسرعه. احنا زمان كنا عشان نقعد نعمل ماجستير ونعمل دكتوراه نقعد بالعشر ساعات في المكتبه نكتب، وعلى ورق قد كده او اجنده، وبعدين بننقل عشان ناخد الكلام ده ونقعد نكتبه على المكنه بعد كده ونعمل. فده موضوع تاني، ان انا دلوقتي قاعد على الكمبيوتر بتدوس على الزراير بتطلع اي حاجه. سوق العمل محتاج ايه؟ والتقنيات بتطلع ايه؟ النهارده في تقنيات جديده، يعني البيم اللي هو اسمه تقنيات قديمه، انا شفته في الامارات 2005 2006 خلاص، انما طبعا انا ما بفهمش حاجه فيه، يعني اللي اعرفه بس حاجات الجنرال بتاعه، وان ده اللي ما اعرفش بيهم دلوقتي مش بقول هتتخصص فيه او ياخد، بس يبقى فاهم ايه ده عباره عن ايه. اللي ما يعرفش سبلاي تشين نفس القصه، اللي ما بيعرفش بلاننج نفس القصه، اللي ما بيعرفش لين، واللي ما بيعرفش مثلا كواليتي سوري، يعني الكلام ده كله بيتطور كل يوم وتقنيات بسرعه. فعشان كده لازم الواحد يبقى ايه، يفضل اوكوران، يعني زي ما بيقولوا الفرنساويين. المفاهيم الدوليه للبيئه والاستدامه وانترنت الاشياء، النت اوف ثينكس الجديده، سلاسل الامداد اللي هي السبلاي تشين والسستينابيلتي والانفايرمنت، الكلام ده كله، كل دي حاجات، كلها حاجات جديده. نخلي بالنا خلاص اصبحت اكثر من ضروريه. اي حد ما عرفش مدى وجود اعمال اجنبيه ما يعرف تعمل نوع من التنافس، يعني انت لما انت بتبقى في حته مفيش منافسه، خلاص بقى انت بتوصل لمستواك بتنافس نفسك، فاهم قصدي ازاي؟ والانسان لو ما لقيش منافسين ليا، انا انافس نفسي بقى، انا كسبت ايه، انا عملت ايه. يلاحظ فقدان انواع من المصنعيات والفنون الكثير بهذا السبب. يعني انت كان زمان عندنا مثلا ايه، مبيضين طلاين، شو كانوا بيشتغلوا ازاي، وكانت يوميه الواحد كام؟ كان الاربعينات، ها 10 صاغ، 10 صاغ الايطالي، عامل ايطالي. طيب المشربيات والسجاد واشياء كثيره جدا كانت موجوده بكثره، دلوقتي موجوده، مش موجوده، لكن بقى ايه، مفيش منافسه، مفيش، فتلاقي الدنيا ايه، يعني لا يعني عالم وجود منافسه، منافسه شريفه، مش منافسه بنقعد بعض، لا لا، ده كان زمان لما يبقى في اتنين بقالين فاتحين جنب بعض، تروح البقال فيهم الصبح يقول لك معلش ايه، روح للراجل اللي جنبي عشان ما استفتحش لسه، انا جالي خمس زباين وما رحلوش حد، فيبعت يقول لك روح
خليه يستفتح. دي الروح اللي هي دي الروح المصريه الاصليه الحقيقيه. ما حدش قاعد يقول لك ده انا ايه ده انا لا خلي بالك خلي بالك. خلاص يعني منافسات شريفه منافسات تدفع الناس لايه؟ تحسين انفسهم. ثقافه المجتمع والاسره والتعليم بقى يقوم بتربيه الاطفال على ايه؟ اربيه الاطفال على ايه؟ دي مشكله كبيره خلي بالنا دلوقتي. على المهاره والاتقان والخلق والتطوير والتفكير. للاسف في خطا جسيم بالنسبه للتعليم بقى لمده. ان يعني ايه؟ عايزك السؤال اهو هتحفظ الجواب بتاعه، جالك في الامتحان رد على الجواب اللي انا اديته لك، ما ردتش عليك انت درجتك ضاعت. احنا ايامنا وفي ناس لغايه دلوقتي كده لو جالنا مساله مثلا في ثانويه عامه او في ثانوي او في اي مكان حليناها بشكل معين طلعت نتيجه. نحاول نحلها بطريقه ثانيه. نزل اول لو ما لقيناش طريقه ثالثه يبقى نحرر دماغنا ولازم احرر دماغي. ما انا خدت دكتوراه في مش عارف ايه، طيب لو انت دماغك مش متحرره عمرك ما هتفكر في جديد. الدماغ بقى تحرر والايه؟ طيب النقطه الثالثه بقى هي نظام الاداره واللي ده جوه ايه؟ الخطه المقترحه لاداء الانسان المصري للسوق العام المحلي. وهي اهم واخطر نقطه اللي هي السبب الرئيسي والاساسي لنجاح المشروعات والمؤسسات او الشركات بل والدول. لو انا عبقري وبتاع الاداره وخدت كل الشهادات اللي في الدنيا وكل حاجه في الدنيا ودخلت في حته ما فيهاش سيستم اقول لهم يا اخوانا نعمل السيستم. لو اصحاب الشركه او التوب مانجمنت رفضوا تعمل السيستم ده ابتدي دور على شغلانه ثانيه. لان انت مهما كنت شاطر ومهما كان عندك خبره ومهما كان ومهما كان ومهما كان لو انت ما عندكش نظام في المكان اللي انت فيه انسى انك هتطلع نتائج. يوجد انواع كثيره من الاداره كلها هامه جدا. تبتدي اداره المشاريع اي حد في الدنيا يبتدي الاول باداره قسم او باداره الديبارتمنت او اي حاجه يعني في الشغل او فانكشن وبعدين بتحول لاداره مشروع وبعدين اداره برامج اللي هو مجموعه من المشروعات مرتبطه بحاجه معينه. دي التعريفات اللي هنتكلم فيها قبل كده. ثم المحافظ اللي هي البورتفوليوز البورتفوليو بلاش ده كله ممكن البورتفوليو ده يبقى شركه او فرع من شركه يعني او بورتفوليو جوه تتدرج حتى تصل الى الاداره الاستراتيجيه. قمه ال الفانكشن بقى في الاداره الاداره الاستراتيجيه. طب في حاجات كتير قوي احنا اتكلمنا يمكن عن الصوت اناليسيس وعن البيستل اما كنا بنتكلم في الكواليتي دي اقل حاجه فيها الاداره الاستراتيجيه ده بحر 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 غير الريسك مانجمنت غير الكلام ده من اول اخر. طيب ومن الاداره لابد ان نعرفها ببساطه وهي تطبيق الوظائف الاربعه اللي بيقولها دايما تخطيط وتنظيم يعني ايه بلان كنترول ايه العناصر الانتاج اللي هي الاربعه 4 ام الباور ماتيريال ماشينري والمال وذلك بدون دخول في تفاصيل كثيره او بدون ايه اي تعقيدات. دي النقطه الثالثه اللي هي نظام الاداره. طيب بسرعه كده هقول برضه الاداره علوم تطبيقيه وعمليه وضروري تدرسها سواء في الجامعات او المؤسسات بحيث تكون قائمه على اسس علميه وعمليه وتطبيقيه واستمراريه. يعني الاداره زي ما بنقول طول عمرنا يا اخواننا دي زي الجراحه بالظبط. هل ينفع طالب في كليه الطب يتعلم جراحه من دكتور ما بيعملش عمليات؟ ما ينفعش. الاداره نفس القصه، عايز تاخد اداره صح؟ طبعا في ناس ما شاء الله عليهم يعني ما حدش يقدر يقف جنبهم في الـ في الـ في النولج. لان النولج النهارده بقى واسع جدا 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 اوسع من قدرات اي حد. يعني ممكن تقعد تكون شغال في الاداره بقالك 30 سنه والنولج اللي حصل على التغييرات اللي حصلت في 15 20 سنه اللي فاتوا دول ممكن تبقى بعيد عن حاجات كثيره منها. لكن بقدر الامكان ما تخليش حاجه تفوتك. في اربع شهادات الاداره الاي بي ام اي دي الانترناشونال اسوسيشن دي شهاده اوروبيه دوليه. دي بتحدد لك انت ليفلك ايه؟ هل انت مدير المشروع؟ في فور ليفلز اي وبي وسي ودي خلاص؟ البي ام بي دي اشهر شهاده في العالم في التاريخ اللي ايه؟ اللي من بي ام اي اللي بروجرام بروفيشنال اللي لسه طالع الفيرجن 7 والفيرجن 7 ده مختلف عن كل فيرجن اللي حصل من سنه 92 للنهارده. و يعني انا لما دخلتش فيه لسه ولا يعني بس انا لازم ادرسه لازم اعرفه خلي بالك.
يعني انا كنت انا يعني اي فيرجن بيطلع في اي واحد من دول في اي بي ام او في بي ام بي او بريس 2 لازم ابص عليه واعرفه اقول له ايه من اخويا. انا لسه ايه الفيرجن 7 اللي بقى هنقعد نشوف ايه لازم نفهمه ونعرفه عشان ما ينفعش تقول انا بشتغل في الاداره وانت ما تعرفش. البريس 2 دي بريتش طبعا الامريكيه في شهادات كتيره جدا بقى على قد ما تقول يعني لو عايز 200 شهاده حتى ايه في السيستم الامريكاني. في الـ في الـ في الـ في الـ الانجليزي البريس 2 والبريس 2 على فكره كويسه قوي وحلوه يعني هي مش عيبها هي بدايه الايتريشن وبدايه الاجايل من البريس 2 يعني البريس 2 قايمه انك بتدير فيس باي فيس يعني لك اول فيس اهو بتاخد فيس على بعضها بتديرها بيطلع لك ريزلت تاخد الريزلت اللي ما تاخدش على الفيز اللي وراه وهكذا يعني قايمه على سبع حاجات يعني شرحناها احنا قبل كده على ايه على الايه على الفيديوهات اللي فاتت. في الانترناشونال اورجانيزيشن فور بروجكت مانجمنت دي منظمه موجوده في امريكا اول مره اقولها عندما بقول في شهاده رابعه فدي برضو ايه واحد اسمها يالكس وكده بتبعت على طول بتاع بس يعني ايه يعني دايما يعني بقول لها يا بنتي انا فلان انا بعمل كذا كذا هي ما بتقراش فعايزه تبعت لي ان انا يعني اخد دورات عندها حاجات كويسه وظريفه هو نفس الكوشور بتاع الاي بي ام اي بس برضو فيها مميزات برضو اخف اسهل يعني فيها مميزات فدول اربع شهادات موجودين انترناشونال يعني كل واحد منهم لها خصائص ومميزات تم استعراضها من حافل لغات سابقه كلمه الاي بي ام اي والبي ام بي والبي اس 2 بس البي ام بي كانت لسه على الفيرجن 6 ما كانتش على الفيرجن 7 ان شاء الله ادعوا لنا ان احنا نلاقي وقت وان احنا نظبطها ونفهمها على ايدين اصدقائنا وابنائنا واخواتنا اللي بيدوا الدورات دي ونعرف الحكايه. دي بقى التجربه الالمانيه طبعا ما اتكلمناش عليها. انا يعني كنت ناوي على ده كله بس يعني ايه الوقت ما اسعفناش. ماليزيا قويه جدا ومحكي محمد يعني تجربه كويسه جدا اذا في عمر ان شاء الله يعني مستقبلا نبقى ندرسها نشوف الموضوع بتاعها. انديا برضو نفس القصه يعني دي دول يعني في نيتي ان شاء الله اذا في عمر ناخدهم حتى كيس باي كيس نشوف يعني نقدر نعملوا ايه. يعني دي اثيوبيا بلد لا لها بحر ولا لها اي حاجه زي هو افريقيا شويه دول عاديه وخطيره انا طبعا بشكر فيها يعني انا لعن ابوها لانه طبعا ده بيتحكم في 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 في, في مسجد المنظور يعني انما في 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 على خطوات متقدمه من بقى لها زمان. هنا دي دي انهي حته دي اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنت نحو يعني بلد في أفريقيا برضو كنت يعني إيه عايز أتكلم عليها وقلنا عليها قبل كده ولا ما كناش مش مشكلة بقى خلاص يعني هي برضو بلد من بلاد أفريقيا دول ده حاجات برضو كنا بس بقى طبعا ما فيش وقت نلاقي 20 countries with the highest population growth rate at the national في compared to previous year دي الدول اللي هي يعني وانا ببحث في الحاجات اللي بنعملها فلقيت الشرط ده يعني ايه ده عجبني قوي يعني تخيلوا سوريا في سنه 2021 نسبه الزياده عندها اكثر من السنه اللي قبلها واعلى نسبه في العالم اللي هم فيه والحرب اللي هم فيها والتشرد كله عاملين 5.32% زياده عن اللي قبلها وراها جنوب السودان وراها بروندي وراها النيجر وكان يقول الاخو تاخد الايه الزياده السكانيه يعني كومبيرد باللي قبلها. خاتمة طبعا بشكركم جدا انكم استحملتوا احنا يعني يعني داخلين في ساعتين ونص اهو وبس بسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون استفدت يعني وتكون يعني رسالتي وصلت وان احنا عندنا القدره وعندنا القوه وعندنا الامكانيات ان احنا نقود العالم تاني عندنا القدره ان احنا نتعلم وعندنا القدره ان احنا نبقى يعني توبس والفيديو اللي مش احنا اللي عاملينه ولا بنتعامل في مصر خالص بين هذا الكلام في فيديو مبسط بسيط جدا. في نهايه هذا العرض اسمحوا لي ان احييكم جميعا اساتذتي وزملائي وابنائي الحاضرين معنا
وادعوكم جميعا للتواصل معنا دائما، نخلينا دائما مع بعض، احنا موجودين. التليفون اعتقد تليفوني موجود معاكم، الايميل، الفيسبوك، ريدي ان احنا نتواصل ونتكلم. احنا مش على يعني فيسبوك مفتوح لحاجات كتير قوي، لكن احنا نتكلم مع بعض. خلينا نتكلم في الايه، في الاداره، خلينا نتكلم في، وممكن تتحول لبزنس، خلي بالكم. يعني ممكن واحد مثلا عايز يعمل شركه، واحد عايز يعمل مكتب، واحد عايز يعمل مشروع، واحد عايز يعمل اي حاجه، ممكن يتحول لبزنس، وبزنس مشترك. انا ما بتكسبش ولا لا، وفي نفس الوقت اي ام ريدي لاي خدمه لاي حد، اي حد، انما اي حد عايز مثلا يعرف حاجه زياده، عايز اي حاجه، وي ار ريدي يعني. وان نكون دائما جاهزين ومستعدين للتطوير والتحسين المستمر لنا جميعا، نحو رياده التعمير والتطوير في جميع مناحي الحياه، والتي تقودونها بصفتكم الرواد التقدم والتحسين المستمر لصالحنا جميعا ولصالح اطفالنا وجميع البشر. دي بقى وصلنا للنقطه عايزين نتكلم فيها قبل ما نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسبوع اللي فات قلنا ايه؟ ان احد المواضيع المهمه جدا واللي انت لازم تعملها لو انت دخلت امتحان مع الاي بي ام اي هتبقى دي مشروع، انك بتعمل ريبورت عن المشروع عندك او عن الموضوع عندك او 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 الشركه او او الى اخره، وانك تعمل برزنتيشن، يعني حاجتين. فاحنا عايزين نبتدي نعمل برزنتيشن. يعني انا دايما لما كنت بدي المحاضرات هنا في التريننج بتاع الاي بي ام اي قبل ما اسافر لغايه 2004، كنت دايما بخلي كل اللي موجود، لو موجود مثلا 20 واحد، 30 واحد، 40 واحد، واحد يطلع ان شاء الله 20 3 دقائق، كل واحد بقدر استطاعته. يعني في ناس كانت بترفض طبعا، بيبقى مكسوفه ومش قادره وعمالة كام يقول، بس احنا متفقين ان كل واحد فينا هياخد نقطه وهيعمل منها برزنتيشن باور بوينت، وهيدخل يعمل لنا برزنتيشن زي ده، بس مش هيقعد ساعتين ونص، مش هستحمله. انتوا طيبين، انا مش طيب. يعني هيبقى مثلا برزنتيشن مثلا ربع ساعه، ماكسيموم نص ساعه. يبقى طلعنا بحاجه كونكريت في ايدينا. انت تقدر تعمل برزنتيشن، تقدر انك تقدمه، وتقدر انت تتسال فيه، وتقدر تتصرف في الرد وهكذا. ف انا بعتقد او مناقشه موضوع قيام الحدود بتحديد الموضوع عرضه في الاسابيع القادمه، وزي التدريب على عمل العروض والشفهيه ومكانه الفريق والرد على التساؤلات، وهذا موضوع هام جدا بالنسبه للمشروع. هل حد باشمهندس احمد، اعتقد ان احنا دلوقتي ايه عايزين نفتح المايك بقى بيننا وبين بعض، هل حد جاهز نقطه معينه او موضوع معين عايز يعمل عليه برزنتيشن؟ ونخلي بالكم هنستأذن برضو بيم اريبيا مصر عمر سليم، ان اللي هيعمل برزنتيشن هياخد شهاده ان هو عمل برزنتيشن. فاهمني؟ يعني انا ما بندي كورس ولا حاجه، بناخد شهاده ان عملنا كورس. اللي هيعمل برزنتيشن وان شاء الله يبقى موافق، وخلي بالكم اللي هيعمل برزنتيشن اوبن كوميونيكيشن، جاهزين معايا مع بعض اي وقت اي حاجه، احنا جاهزين لغايه ما ايه، ما يخلصوا يعملوا ويقفوا ويتناقش معاه، ويبقى يعني ايه، يبقى تمكن، بحيث ان هو اي وقت اي وقت في اي مكان في اي شركه في اي مؤسسه باي لغه يقدر يعمل برزنتيشن، ويقدر يعمل ان هو يعني ايه يقدمه. والكلام ده كله على فكره احنا اخذناه في تجهيز البرزنتيشن وعمل الايه الفيربال. خلاص بشكركم جميعا. وباشمهندس احمد، كان احمد ايوه دكتور، انا بيتهيألي عايزين نعمل نفتح المايكات دلوقتي، وعشان هيبقى في كوميونيكيشن، دايركت كوميونيكيشن، اللي عاوز، اللي عنده نقطه او اللي جاهز نقطه او اللي عاوز يسال على حاجه، عشان كل واحد فينا هيجهز برزنتيشن. وعلى فكره باشمهندس احمد انت كمان خلي بالك، انت مش هتتعافى من الحته دي، عايزينك تعمل لنا برزنتيشن برضه، انت والمهندس محمود. يعني هي دي، ده احد المكاسب البراكتيكال اللي احنا بنتكلم عليها. خلاص
ممكن نفتح المايكات دلوقتي نتكلم مع بعض ولا ايه؟ ايه يا شباب موافقين؟ شباب شباب لو في حد عايز اي استفسار او اي حاجه ممكن يفتح المايك دلوقتي ويشاركنا. لو مش سؤال يقول لنا هل هو مجهز نقطه معينه. لا احنا مش سامعين حاجه. طب بص اقول لك يا باشمهندس احمد. باشمهندس احمد ايوه خلي المايكات مقفوله عشان ما نلخبطش بعض، واللي عاوز يبعت. محمد فهمي بس يقدم نفسه بقى، يعرفنا عليه برضه ويقدم نفسه ويقول انا فلان. ايوه مش عايز محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ انا محمد فهمي مهندس ميكانيكا وشغال استشاري في مجال محطات المياه والصرف الصحي. ما شاء الله. وحاصل على دبلومه اداره مشروعات من جامعه القاهره. ما شاء الله ما شاء الله. فاستاذن حضرتك في يعني في عن طريق القرايه وكده في كونفليكت ما بين مفهوم الاداره الرشيقه والاداره اللينه والاجايل مانجمنت. انا بحس ان هم كلهم حاجه واحده، بس هم هل هم متجزئين ولا ايه بالظبط؟ هقول لك على حاجه. بص هو طبعا ده سؤال ده متطور شويه عن اللي احنا عايزين نعمله. انت دلوقتي الاجايل سكرام واللين كل دي ثلاث موضوعات دخلت على يعني احنا الترديشنال مانجمنت هنشتغل بيه، ولغايه دلوقتي احنا في الترديشنال مانجمنت. انا لا اتكلمت ولا في اجايل ولا في سكرام ولا في لين، خلاص مش بتكلمش على حاجه من دول. دول ان شاء الله باذن الله تعالى نحس بس ان احنا يعني هما للاسف في اصور الحاجات دي كلها اصلا طالعه مع مشروعات الاي تي وبتنجح جدا مشروعات الاي تي. انما احنا يعني انا شخصيا لما قريت بقى الكلام ده كله انا بشتغل هذا الكلام في التراديشنال. هقول لك ازاي. يعني انا بالنسبه لي كمدير مشروع وانا شركة مقاولات ما عنديش حاجة اسمها يوم يعدي من غير ما يبقى فيه ميتنج مع كل الطاقم بتاعي. فده أجاي تمام حاجتي مع مع يعني ايه يعني قصدي أجاي بمعنى ايه؟ ان انت بتبقى يعني انت وبعدين كل اسبوع لازم تقرير كامل تايم وكوست وريسورسز كامل، سواء انت بتعمل بروجكت او بتعمل بورتفوليو او بتعمل بروجرامز. لازم لو انت مشيت بالكلام بقول لك عليه ده الميتنجز. يعني لو انا ماسك مثلا يعني انا كنت ماسك مثلا بورتفوليو مع شركه كبيره مثلا في قطر او هنا، لازم كل اسبوع بالليل ساعة كان غالبا ايام الاثنين بيبقى في نص الاسبوع كل المشروع كل مديرين المشاريع حاضرين اجتماع، مش عشان اقول لهم خطبه بقى ولا عشان هم اللي يتكلموا، وقعد معانا مدير المالي وعندنا مدير الاداري وعندنا مدير المخازن وعندنا ومدير المشاريع كلهم نتفاهم ونتناقش. ده يعني ده لوكيشن. لكن انا برضه ستيل مش عايز اقول ان انا افهم هذا الكلام او 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 اتكلم فيه او ابقى يعني ايه او ارد عليه في حاجه الا لما اكون دارسه انجيب. فاهمني؟ يعني الكلام ده كله من زمان يعني، انما لازم ابقى دارس انجيب بعمق عشان نقدر نتكلم في الاجايل مثلا او في سكرام او في في او في في في, في, في اي حاجه. خلاص؟ انا عايز اقول انا حاولت اوصل للموضوع ده شويه،
لقيته تطبيقاته في الصناعة أكتر وتطبيقاته في التعليم أكتر من تطبيقاته في المشاريع. ايوه لا لا ممكن يتطبق في المشاريع خلي بالك، لكن مش يعني هو اصل انت وانت بتشتغل في الكونستراكشن ده موضوع تاني خالص خلاص. وهي اصل مشكله برضو الكلام ده كله طالع من الاي تي، من مشروعات الاي تي البيزنس ديفلوبمنت وبالاي تي والكلام ده كله من الاول لاخر. هو طبعا انت لما بتشتغل مشروع الكونستراكشن بالطريقه اللي بقول لك عليها دي احنا دخلنا على كلام، بس انا مش عايز موضوعنا دلوقتي يبقى كلام على الحاجات دي. انا طالب من اساتذتنا واخواتنا واولادنا، لو في حد يعني مثلا في ال 25 وبتاع نقول عليه احفادنا، ان كل واحد هيختار موضوع هو حبه، سواء مشروع هيعرضه او سواء موضوع هيعمله او هو ماسك رئيس قسم او مدير حاجه يعملها، ويعمل لنا عليها برزنتيشن. هل انت في دماغك حاجه معينه عايز تدرسها وتعمل برزنتيشن وتدخل تعمل اول امبوزيشن في ربع ساعه مثلا نص ساعه او حاجه؟ اشوف يا دكتور حاضر. طب ضروري خلاص هنكتب الكلام ده يا باشمهندس احمد، هنكتب بقى الباشمهندس محمد فهمي، ادي اول واحد هيجيب لنا ان شاء الله، يخلينا الاسبوع الجاي كده ناخد منك الكلام ده ناخد رد. ماشي يا دكتور ماشي. واللي مش عايز هو حر، انا بكلم ليه؟ عشان نبقى في الاخر نحس ان احنا استفدنا فعلا من لقاءاتنا، واستفدنا من احنا دلوقتي وصلنا ل 110 ساعه ولا حاجه، فيعني داخلين في 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 انا تاني محاضره للاسف يعني. لا مش اسف ولا حاجه، المحاضرات عندك وممكن ادخل كل يوم وهستناك، وحط لايكات حط لايكات وشير بقى وظبط الدنيا، وادخل ادخل خلي بالك ادخل وهتتبسط هتتبسط هتتبسط. شكرا. انا حاجه من الفيرست برنسبل يعني. ماشي تمام يا دكتور. وانا هستنى بقى هشوف بقى اللايكات قد ايه والشير يبقى قد ايه بقى من هنا وجاي. وفكر يا باشمهندس محمد، وفكر برضه لان جوه البرزنتيشن اللي فاتت في ازاي تعمل برزنتيشن، ازاي تحضره، ازاي تقف تعمله، البادي لانجوج، كل الحاجات اللي بلعب بحيث ان انت يعني ايه حتى احنا دخلنا على الـ على الـ على الاونلاين ده احنا ما بنعملش حاجه، ده كلام قدامنا، انما انت ما بتقف تنزل بقى الميكروفون بقى المايك قدامك ناس قدامك مثلا 500 واحد ولا بتعمل برزنتيشن، الموضوع بيفرق كتير، احنا سهل اللي احنا هنعمله. ماشي؟ ماشي يا دكتور حاضر. انا سعيد ان انا سمعت صوتك يا باشمهندس محمد، وان شاء الله ان نتفرج بقى على النتائج ان شاء الله الجميله باذن الله. ان شاء الله دكتور ان شاء الله. ماشي حبيبي. في الباشمهندس عادل توفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته، اهلا يا فندم. استاذنا الفاضل المهندس حسين، اهلا بيك على احنا ب ب ب ب بنبقى سعداء واحنا بنتتلمذ على ايدك حبيبي. استغفر الله، احنا كلنا زملاء وكلنا اخوه الله يخليك. الحقيقه يعني انا عاوز اقول للمهندس احمد في محاضرات المهندس حسين يفتح التقدير في اللي هو في التسجيل بتاع المحاضره، يخلي فيه حاجه اسمها ممتاز جدا، لان هو حاطط في التقدير جيد وجيد جدا وممتاز. انا عاوز ادي المهندس حسين ممتاز جدا. ربنا يخليك حبيبي، شكرا على الله ده. يخليك. وبصراحه انا بقول للشباب يعني انا عندي اهوت 60 سنه وقاعد متتلمذ على ايد استاذنا المهندس حسين حبيب قلبي. العلم ليس له نهايه او مده او نهايه عمريه او سنيه معينه. الله يفتح عليك. احنا بنقعد نتعلم، التعليم والتطوير المستمر اللي قاله حسين بيه، احنا بنقعد نتعلم ايه طول عمرنا، سواء خبرات عمليه او معلومات نولج زي ما قال المهندس حسين، دايما نبقى اب تو ديت. فانا بشكر المهندس حسين على اصراره الشديد على يعني عاوز اقول ان هو بيشربنا المعلومه، بيشرب اولاده واحفاده، بيشربهم المعلومه، ما بينقلش من نقطه لنقطه الا ما بيتاكد تماما ان كل الزملاء باحساسه ان هم تشربوا المعلومه. الله يبارك فيك. فانا يعني بدعو وبأناشد جميع الزملاء وجميع المهندسين يحرصوا على النهل من بحر المهندس حسين. الله يكرمك. وانا شخصيا بطلب من حضرتك يعني عاوزين محاضره عن التشينج مانجمنت وعلاقتها بالتطوير المؤسسي للشركات. يعني في عندنا دايما شركات او عادة الناس بتخاف من التغيير، مجرد كلمة تغيير بيخافوا منها، وعاوزين يفضلوا على النهج اللي هم اتربوا وعاشوا عليه طول عمرهم.
ايوه فاحنا عاوزين يعني، وانا برضو يعني كتلميذ حضرتك انا بجهز محاضره عن الاكسشينج مانجمنت، وعاوز ابعتها لحضرتك تقيمها لي، ولكن عاوزين نسمعها من حضرتك شخصيا، لان درجه الاتقان اللي حضرتك بتعملها ديت بصراحه ما حدش يقدر يوصل لها. بتبذل مجهود رائع جدا في تجميع جميع المعلومات اللي بتخص النقطه، فنستسمحك حضرتك تعمل لنا محاضره عن التشنج مانجمنت وعلاقته بالتطوير المؤسسي. هقول لحضرتك على حاجه، في محاضره عن التشنج مانجمنت موجود، انا ما تمام. اعرفش نزلت على اليوتيوب ولا لا، بس موجوده، هي اه مش كبيره قوي، بس هي معموله يا ريت تبعتها لنا يا فندم بعد موجوده اذنك. موجوده على اليوتيوب. يعني مش اه عارف المهندس احمد يعني لو عنده يبعت لي اللينك بتاعها انت على حضرتك الخاص او على ادخل، الجروب يعني. لا ادخل، انت حضرتك عارف القناه بتاعت اليوتيوب؟ القناة اللي هي خاصة بحضرتك؟ ايوه، اه لا ادخل عليها هتلاقي موجود طب الفيديو بتاع ممكن انا اليوتيوب. افتح الشات اهو، بس ابعت لنا الرابط بتاعها وانا ادخل عليها يعني ان شاء الله. انا مش بس عارف والله، بس دي واحده ما كده. هو ايوه، اه لا على الشات نفسه. لا ما مش هقدر ابعت الرابط، انا مش حسنا مش مانش يعني ايه تمام الرحيم الصلاة. خلاص، المهندس احمد يجيبها لنا عشان ما نعطلش حضرتك. لا لا، هقول لك على حاجة، دي اه التاسك مانجمنت، دي موتيفيشن اند سيلف مانجمنت، دي الفين خمستاشر. اه تمام. بس هو هقول لك بنستسمحك حاجة، عشان حسين. بص هقول لك على حاجة، المحاضرة اه رقم 17. محاضرة رقم 17. كويس، لا بس لا هل 18. وارد فيها العلاقة ما بين التشينج وما بين التطوير المؤسسي للشركات؟ ده انت بقى حضرتك بقى اللي هتعمله لنا بقى. انا مش اه فاكر، ربنا، اه انا مش اه فاكر، ربنا يبارك فيك. هقول لك حضرتك. بص يا باشمهندس، انت حضرتك اتفضل. دلوقتي في نقطه، وعلى فكره خلي بالك التشنج مانجمنت ده من اهم الموضوعات، خلي بالك تمام. ليه؟ لان هو مشكلته في حاجه، مشكلته ان هو لازم يتحط بشكل تخلي الناس كلها تشترك فيه، الناس اه كلها تتعامل معاك فيه، وخصوصا التوب مانجمنت، وخصوصا الناس اللي فوقيك في التنظيم. اه ما دي بقى النقطة المهمة جدا. لو دول مش معاك انسى. فانت حضرتك برضو ممكن تطلع على اكسشينج مانجمنت اللي صوتك في انهي رقم 18، هي بتاريخ 18/4، اه تشينج مانجمنت لقيتها. لقيت. طيب حضرتك خش بقى هتلاقيها على اليوتيوب، بص عليها وابتدي اعمل البرزنتيشن بتاعك، ونخلينا نكيب ان تاتش مع بعض. انا ما اعرفش حضرتك شغال فين يا باشمهندس عادل، ولا المقاولين العرب يا المقاولين العرب يا باشمهندس حسين، فين، في انهي حته، في اسكندريه، في في القاهره؟ القاهرة، في القاهره ما شاء القاهرة الله المركز الرئيسي نفسه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا احنا في اسكندريه هنا بقى، الفلاحين يعني بتوعكم يعني، تمام. لا يا فندم. اللي اخونا المهندس حسن الحلبي، لو انت في مقابلين اه من زمان، ده اه اخ اه عزيز، بس هو ساب من زمان يعني، اكتر اه ما بس هو كان استاذنا برضه في المقاولين العرب يعني، لا لا، من الناس الكويس قوي، لا هو ساب الشركه. استاذ العطاءات والتندرنج. ايوه الله يفتح عليك، الله اه يفتح عليك، طبعا الله يفتح عليك. ده انا واحد حضرته، انا اشتغلت في اسكندريه 14 سنه على فكره، والله. وانا خريج جامعه اسكندريه، وبعد الجامعه قعدت 14 سنه في فرع اسكندريه المقاولين العرب. قعدت والله اه يعني قعدت في اسكندريه فتره طويله الحمد لله. اشتغلت في فينس كده في المقاولين العرب برضه. اه المقاولين العرب. اه ما انا طول خدمتي المقاولين العرب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده انا سعيد جدا والله بيك، وكلامك الجميل وتشجيعك الرائع. فانت خلاص، دي انت اول محاضره جاهزها، يبقى انا هنكتب دلوقتي باشمهندس لا عادل. مش أول محاضرة، الأسبوع اللي هو بعد لا القادم، مش الأسبوع لا، القادم. مش الاسبوع القادم، ما الاسبوع القادم ده برضو لسه احنا مع بعض يعني، آه تحدد. آه خلاص اتس اوكي، هنعمل سكيدجول كده. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نقول ايه، سبتمبر. بس ما شاء الله ده المحاضرة 18 دي واخدة كذا جزء اهيت يعني. ما هي بقطعها، هي مش كبيره يعني، آه هي كل المحاضرات متجزأة. خلاص، فانت تمام. ادخل وجهزها،
انجينير عادل توفيق ده اول مع اول واحد انجينير عادل توفيق تشينج. معلش انت حضرتك دفعه كام في اسكندريه؟ 85 تشينج. معلش ممتاز ممتاز يا باشا تشينج. معلش خلاص يبقى دي اول محاضره في محاضرات الايه الزملاء. خلاص ماذا ده الموضوع بتاعك؟ باشمهندس باشمهندس احمد فانس احمد هنسجل بقى اول محاضره هتتعمل الباشمهندس عادل توفيق هنبقى او هتبقى في موضوع الايه التشنج ماجمنت. شوف بقى هو اللي هيحدد بقى ويقول ويجهز واي وقت اي حاجه اسال واعرف وانا تحت امرك يا باشمهندس عادل. انا سعيد جدا 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 ربنا فيك في عمرك وفي علمك ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك حبيبي سعيد والله بيك جدا. ادينا حسين بيه الله يخليك حبيبي. في حد تاني؟ في حد تاني حضرات؟ في حد تاني رفع ايده ولا حاجه؟ مهندس احمد شراره مهندس احمد شراره باشمهندس ايمن صبري دي الروح جميله اللي احنا يعني مفيش حد يبتدي يفكر في حاجه. ما اصل خلي بالكم احنا مش كلهم هيبقوا في يوم واحد يعني احنا كل لقاء مثلا هناخد منه مثلا نص ساعه ساعه الا ربع هنعمل برزنتيشن اللي انتم بتقولوا عليه. طيب هنسيبكم تفكروا وباذن الله المره الجايه باذن الله تعالى كل واحد يفكر في موضوع يعمله تمام. طيب في حد له اي طلب اي حاجه؟ طيب نشكركم جميعا جدا. باشمهندس احمد يا دكتور خلاص كده في اي سؤال في اي حاجه؟ تمام. طيب خلاص يبقى احنا بلغناهم النهارده ادي ان شاء الله الباشمهندس عادل توفيق هيعمل لنا تشينج مانجمنت تبقى اول محاضره ان شاء الله هو اللي هيبتدي بيها مش الاسبوع الجاي الاسبوع اللي وراه يعني هنشوف يعني. فيا ريت كل واحد يفكر برضه من لنا الاسبوع الجاي اللي كل اللي عايزين يبقى احنا نجهزه في برامج مع بعض. شكرا لكم جميعا تعبناكم معانا يا باشمهندس احمد ونراكم على خير ان شاء الله باذن الله.